بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. صبح لكم بالخير في هذا اليوم الاثنين 16 من شوال لعام 1438 هجرية الموافق 10 من يوليو لعام 2017. تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني معنا جاد، من الإخراج الإذاعي معنا خليفة العنزي، في الإعداد والتقديم يعقوب يوسف العوضي. يا مرحبا بكم يانا من الآن وحتى الساعة الواحدة مساء، وطبعا راح نستقبل مكالماتكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم على 600-551-610 ورسائلكم النصية القصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين اتصالات ودو، 7009 للشبكتين اتصالات ودو. ويا مرحبا بكم يانا. طبعا أمس أنا نسيت يمكن أوجه رسالة شكر للإخوان اللي يمكن تجاوبوا مع ملاحظاتنا بخصوص الرسائل السلبية اللي يطرشونها كل سبت في الليل، اللي هو خلصت الإجازة وباكر دوام وباكر دوام والتعليقاتها. فأنا شاكر لكل واحد يسمعني الحين، سواء من أحمد بزن لازم ننتقل لفيلا شو أول شقة أكبر شو ما كان لونه. شكرا يا أخواني على عدم تداول مثل هذه الرسائل السلبية. ويمكن عندي بعد شوية كذلك رسالة تحذيرية وتنبيهية من طبعا جهات موثوقة في الدولة عندنا وجهات رسمية بخصوص بعض الحسابات الوهمية القطرية صح التعبير، يتداولونها وفيها تحريض وفيها شائعات وفيها غيرها من الأمور اللي نرجع نقول ونحذر إن ما في داعي لتداولها. فيها شائعات طبعا كلها عبارة عن شائعات، وانتم عارفين الوضع الراهن شو اللي صاير مع قطر أو دولة قطر أو دويلة قطر أو سموها اللي بتسمونها. فالمهم في طبعا وبكل بجاحة طبعا يتداولون مثل هذه الرسائل اللي تسيء للكثير من المؤسسات الحكومية اللي عندنا، تسيء كذلك لرموز الدولة عندنا، تسيء لكثير من الممارسات اللي حاصلة عندنا، وكلها شائعات وكلها كذب وتلفيق وتدليس يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. فالمهم مثل هذه الرسائل نرجع نحذر من تداولها أو نشرها أو حتى الحديث عنها، لأنها عبارة عن شائعات. أنا ما أدري الرسالة وين راحت عني، بعد شوي إن شاء الله راح أقراها. فالمهم يعني من ضمن الطرف اللي داولوها أنهم يروجون أن المنشأة التعليمية الفلانية، ما أبغى أذكر تفاصيل، تابعة للإخوان وانقذوها من الإخوان. هم اللي يطرشون هذا الكلام يعني، انقذوها من الإخوان، نحن ندور حد ينقذنا منكم أنتوا، فهم يقولون والله انقذوا المنشأة الفلانية من الإخوان. هاي أحد الشائعات اللي يتداولونها، فما في داعي نحن نرجع أقول أننا نتداول مثل هذه الشائعات وهذه الرسائل. والسياسة تركوها لأهلها، واللي عنده كلمة يقولها يقولها، واللي ما عنده شيء ترى يسكت. زين خليفة عندك مكالمة ولا ناخذ الأخبار؟ زين نقول ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يوسف. يا مرحبا يا أخي. حياك الله يا أخي يعقوب. حياك الله. معك أبو خميس من دبي. أبو خميس من دبي. نعم تفضل يا أبو خميس من دبي. شكرا فضلك. أنا عندي موضوع بسيط بس ما بعرف وين اتجه لأي جهة. أنا طول العمر مولت سيارة عن طريق مصرف إسلامي، وكان ويا التمويل التأمين مجانا لمدة 5 سنوات، يعني كل سنة يتجدد الموتر مع التأمين 5 سنين شامل. وبعد السنة الثانية يعني كل سنة هم يجددوا التأمين شامل في تجديد السيارة. بس لما صرت ودفعت كل اللي علي في التمويل، الحين يوم بغيت أجدد السيارة التأمين ما صار عليهم، صار علي. إنزين. يعني العقد اللي وقعناه إنهم يأمنون السيارة كل سنة لمدة 5 سنين، هم أمنوا 2 بس الحين. السنة الثالثة لأني دفعت اللي علي في البنك كامل، يعني فكيت رهن السيارة. زي العقد على شو ينص؟ ينص على أنك أنت في حال السداد أو عدم السداد، ولا في حال فقد التمويل؟ ما يوجد هذا البند هذا ما يوجد. يوجد أن شركة التأمين تأمن السيارة لمدة 5 سنوات. زين وانت يوم كنت تأمن تسير للشركة ولا تسير عن طريق البنك؟ ابدا ابدا، انا اتصل تليفون تكون البوليسة جاهزة يطرشونها المرور على طول. ايوه
ويطرشون مندوب المرور يعطيني الرسوم اللي دفعتها رسوم التجديد بس. ما أدري والله غريبة بعد هذا. يعني كلمتهم في الشركة قالوا لا أنت دام دفعت كل شيء دفعت كل شيء لكن هذا من ضمن العرض. أنت العقد ويا منون موقع إنه ويا العقد التأمين ويا هذا؟ البنك البنك. إذا تتواصل مع البنك عيل؟ سويت تواصلت مع البنك. البنك طرشني في شيء اسمه متاجرة. أنتم فرع رحت لهناك قالوا تراجع ويا التأمين. التأمين يقول راجع البنك فما بعرف شو الموضوع يعني. والله ما أدري بعد شوي يمكن نحن هاشم النعيم يكون يانا. نعم. من حماية المستهلك مدير إدارة حماية المستهلك فإن شاء الله بنشوف يمكن نطرح عليه هذا السؤال. وأنت مكالمتك على هو الحين بنشوف إذا في حد ممكن يفيدنا سواء نعم. من ناحية قانونية من ناحية تمويل من ناحية تأمين. فالك طيب يا أبو خميس. فالك ماشيم شكرا. الله يحفظك يا طويل العمر. حياك زين. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف صباح الخير. نور السرور. أنا أحمد القادري يمني مقيم ساكن في عجمان. تفضل يا أحمد. أستاذ أبو يوسف أبغى أطرح موضوع بخصوص التأمين الصحي. إحنا سوينا تأمين صحي زين لي وللعائلة للأولاد. فمن شروط التأمين الصحي إنه يكون إذا في إمرجنسي يعني أي مستشفى يقبلك. فولدي من 4 أشهر طاح في الحضانة فودوا له مستشفى خليفة ما قبله قال لا ما التأمين ما ينقبل إمرجنسي. فأخذنا ورجعنا رحنا المستشفى ثاني وعالجنا إيده. من الجهة اللي أمنت لك أحمد؟ جهة عملك؟ أيوة جهة العمل. زين ترجع لجهة العمل يا طويل عمر وهي على حسب الاتفاق اللي بينهم بين شركة التأمين هم اللي يحلوا لك الموضوع. طيب باقي لي نقطة بس الله يخليك أبو يوسف لو سمحت. طيب أنا يعني تعبت البنت فوديتها أمس العيادة فنفس الشيء شركة التأمين ما رسلت الموافقة إن نسوي فحوصات للبنت أو نعالج البنت. فاتصلت بوزارة الصحة قسم السعادة فقالوا يعني احنا مأمنين من شهر 12/2016 قالوا انتم مو مسجلين في التأمين يعني احنا مأمنين ودافعين فلوس من نهاية السنة الماضية ولين الحين قالوا انتم مو مسجلين في التأمين. نرجع لشركة التأمين يقول احنا ما نخص. نرجع للوزارة الصحة عشان نعرف شو ترى شو اقول لك الحين منو ينظم العلاقة ما بينك وما بين شركة التأمين؟ الحكومة. لا مش الحكومة. أنا الآن متضرر وأنا حبيبي أنت الحين شركة التأمين هاي مالك أنت وين إقامتك على وين؟ على دبي. على دبي يا زين. ها طيب. يعني المفروض يعني إذا عندي شكوى ما عرفنا فين نوصلها. زين هيئة الصحة في دبي شو قالوا لك؟ قالوا أنتم يعني لين يحطوا بيانات بطاقة التأمين مالنا تطلع مو موجودة في السيستم. قالوا أنتم مو مسجلين. طيب احنا مو مسجلين احنا من السنه اللي فاتت مأمنين ويعني وكم مره ما انا لا اعرف ان يا اخي شوف لنا حد في هيئه الصحه قول لهم مشاكل التامين وين تنحل عند منو تنحل منو الجهه المسؤوله عنهم يعني في جهه مسؤوله لازم عن التامين الصحي يعني انا اللي اعرفه شوف انا اللي اعرفه الحين انا مثلا عندي تامين صحي زين اذا عندي مشكله مع العياده اللي اتعامل اياها او في الخدمات المقدمه الي او غيره أو التأمين ما يغطيها أو التأمين رفض تغطيتها أرجع لمنو تعرف أرجع لمنو أرجع للإدارة اللي عندي في الإذاعة فهمت علي؟ نعم نعم تسمعني يا أحمد؟ نعم أسمعك زين أنا أرجع للإدارة أرجع هنا للإدارة الإدارة تخاطب شركة التأمين تعالوا أنتوا ليش ما غطيتوا كذا ليش ما سويتوا كذا ليش كذا لأن منو اللي يدفع البيزات عني؟ الإدارة اللي تدفع الإذاعة اللي تدفع صح 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 فهمت علي كيف؟ هذا اللي حاصل عندي أنا بس في دبي في جهة مسؤولة لأن أمس بعد أظني قريت خبر لو يزاهم الله خير يعني ما أذكر اسم الأخ المسؤول لكن متابعين الموضوع ورصدوا الكثير من المخالفات من شركات التأمين وشركات التأمين تحاسب وفي غرامات تترتب عليهم في حال أن عليهم شكاوي ممكن تتلغي حتى فالحكومة هي اللي تدير المسؤول المسألة هذه أو العلاقة التنظيمية ما بين شركات التأمين والأفراد فخلنا نشوف إن شاء الله فالك طيب يا أحمد
وشوف لو سمحت كمان حماية المستهلك، احنا يعني المستهلكين يعني نبغى نسأله هل لنا حقية، وين رح نشتكي عند حماية المستهلك؟ في شو بس هنا السؤال؟ أنا بخصوص التأمين، ما التأمين التأمين إن شاء الله فالك طيب. شكرا شكرا حياك أحمد. نزين اخواني، اذا حد عنده رقم اللي هو المسؤول عن شركات التامين في دبي بس يطرش لنا الرقم، الله يجزاكم الخير. انزين نقول الو. يا سبحان الله، امس كاتبين الخبر في الجريده وانا ما قريته لان كنت مشغول بالمكالمات، فامس ما حد طرش لي اي شيء عن التامين. انزين نقول الو. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال أخي يوسف؟ يا مرحبا يا أخوي، تفضل. بحكي معك محمد، أنا أردني مقيم في دبي. تفضل يا أخي محمد. أخي العزيز، أنا في عندي مشكلة صغيرة أو شكوى بسيطة حاب أقدمها. أنا بشتغل في المنطقة الصناعية في رأس الخور، منطقة صناعية 2 في شارع 6B. في شارع 6B في العديد من السيارات والشاحنات التي لا تحمل نمرة أو ترميز. قدمت بلاغ لهيئة الطرق والمواصلات، تم التواصل معي، قالوا لي انه احنا مسؤولين عن الشاحنات فقط، راح ياخذوا اكشن بهذا الموضوع، ولكن في هنالك السيارات اللي بتعيق حركه المرور، حركه اصطفاف السيارات، حركه تنزيل واخراج البضائع من المستودعات اللي هناك. فاوصل صوتي للمسؤولين او اوصل هذه الشكوى للمسؤولين، لاني حكيت قبل هيك مع بلديه دبي ومع شرطه دبي، فيعني شرطه دبي حكوا لي انه عند بلديه دبي، وبلديه دبي حكوا لي انه عند شرطه دبي، وحكونا أن هيئة الطرق والمواصلات. فحاب أوصل صوتي للمسؤول أو للشخص المعني بحيث أنه تنحل هذه المشكلة. محمد، أنت مشكلتك الحين مع الشاحنات أنه ما عليها أرقام، ولا مشكلتك الازدحام اللي يسببونه؟ الشاحنات والسيارات أخي، يعني أنا موجود معي بعض الصور اللي بتثبت هذا الحكي. لا بس أنا الحين سؤالي واضح. تفضل. أنت مشكلتك مع السيارات، السيارات أو الشاحنات اللي ما عليها أرقام، ولا مشكلتك مع الازدحام؟ كلاهما الاثنين. لا في فرق. اذا ما عليها ارقام معناتها هي مخالفه، وقد تكون هذه السيارات لها بس حدود داخليه تشتغل فيها، هي مخالفه للقانون طبعا. هذا نتفق عليه، وعدم وجود لوحه معناته مخالفه للقانون، لكن ممكن يكون في يشتغلون في دائره معينه. زين، دائره معينه ما تسمح لهم يطلعون برا، فما فيها دوريات، ما فيها غيرها، فبالتالي لا تخالف او لا تخالف. زين نرجع لموضوع الزحمه، اذا هي مسببه زحمه هاي مشكله ثانيه. فأنت معناته حتى لو حطينا عليها الأرقام، لو الحين هاي مخالفين، زين فلنفرض 200-300 شاحنة وسيارة، زين مخالفين ما عليهم أرقام، زين هنا حلينا مشكلة الأرقام، حطوا الأرقام، ما زالت مشكلة الزحمة قائمة. معاي أنت؟ تمام معك. زين فالحين ليش أسألك أنا السؤال ذو شقين، هل مشكلة الزحمة ولا مشكلة الأرقام؟ هلا هي مشكلة الاصطفاف في الشارع، يعني مشكلة الزحمة والاصطفاف في الشارع، يعني وين ما يجوا ما لا يعني يخالفون، وما حد يقدر يخالفون لأنه ما عليها لوحات 100%. وفهم أخذين راحتهم الجماعة، قاعدين يخالفون ويسبون من زحمة ويوقفون بطريقة غير صحيحة لأنه ما عليها أرقام، لأنه ما حد بيخالفهم. بالضبط. فإذا نحن حلينا مشكلة الأرقام معناته راح نحل مشكلة الزحمة إن شاء الله. ممتاز. فأي منطقة قلت اللي عيد لي إياها بس؟ في رأس الخور المنطقة الصناعية 2 في شارع 6B. رأس الخور صناعية 2 شارع 6B. فالك طيب، مشكور يا أخي، الله يعطيك ألف عافية ويعافيك يا طويل العمر. السلام عليكم. إذن هاي ملاحظة حق الإخوان في مرور دبي، خلنا نقول أن اللوحات أكيد إذا ما في لوحات على السيارات معناته السيارات هاي مفروض تخالف وتصادر وتنحجز، فنرجع للشرطة أو للمرور عفوا، هم المسؤولين. إذا السيارة ما عليها لوحات مفروض يخالفون، فهم ظاهر الشركات هذه يمكن لأن السيارة هاي بس تنقل داخليا في الصناعية، فما يرقمون السيارات هذه، ما يبون يدفعون رسوم، ما يبون يملكون السيارات، وهذا يدعو أو يخلي السائق مثلا يقود بطيش التهور، يخالف القانون، يوقف السيارة أي مكان، لأن يقول لك أنا ما راح أتخالف النهاية ما عندي لوحة. فنتمنى من الإخوان في شرطة دبي جزاهم الله، مرور دبي عفوا، مرور دبي، يشوفون الموضوع هذا. السيارة ما عليها أرقام، لا عرفنا أن القوانين جدا صار معدنا تتوقف، يعني تنحجز السيارات هذه. نزين نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك أحمد سوري مقيم بالشارقة.
أخي الكريم، أنا في عندي شكوى على سيوة. أسمعني أخي؟ أسمعك يا أحمد، تفضل. إيه تفضل. قلت لي قلت لي ملاحظة على وين؟ على سيوة، سيوة هي الكهرباء ومياه الشارقة. نحن بالعادة بعد 15 شهر اللي مدافع فاتورة الكهرباء يقطعوها بعد 15 شهر. اليوم تفاجأت إنه بتاريخ 10 قطعوا الكهرباء عن البيت بتاريخ 10. عم والدتي حكيت مع اللي قطع الكهرباء، قال هذا قانون جديد. قلت له طيب ما خبروا يعني العملاء انه بتاريخ 10 اذا ما كانت مدفوع. كم صار لك مش دافع احمد؟ هاي بس هذا الشهر اجت الفاتوره ببدايه الشهر. يعني انت شهريا تدفع؟ شهريا بدفع. ايه ملتزم بالدفع، 15 شهر دائما بدفع. بس هلا كم الفاتوره؟ الفاتوره 1000 وشوي تقريبا. أنا المشكلة أنا عندي أطفال، وفي عندي جدتي عمرها 91 سنة كمان موجودة. ما أنا هلا تركت شغلي ورايح أدفع الفاتورة، نازل على عن سيوة ورايح. فالك طيب يا أحمد. خبروا بس العملاء بس. أخ أحمد. قانون جديد. اتفضل. موزة شو قلت لي؟ حصان. موزة الحصان من إدارة الكهرباء أو من دائرة الكهرباء والمياه في الشارقة، إن شاء الله بتتواصل وياك. وانا اضم صوتي لصوتك. مفروض انا يوم اشوف الكشف واشوف شخص ملتزم بالدفع شهريا ما اقطع عن الكهرباء يا اخي، حتى لو وصلت يعني ما بتزيد اكثر عن 1000، يعني في النهايه بيدفع. فانا مفروض اراعي ظروف الشخص هذا، يمكن الواحد يتاخر يوم يومين ثلاثه اربعه. بعدين كان في قانون قلت لي انه تاريخ 15 يقطعون. بعد 15 الحين قطعوها بعد العشرة صح؟ اليوم 10 قطعوا. فهم هاي الكهرباء ترى هذه شغلتهم، يعني ياما يخلون الواحد تتراكم عليه الفاتورة توصل بالعشرين والثلاثين ألف وما يقطعون، ويا أما على الألف درهم بيقطعون على الواحد. نحن أنا ما عندي مشكلة إنه ادفع أنا كل شهر، أنا ما عندي مشكلة بس إنه لا بس أنا أرجع أقول لك يعني مفروض أنا شوية يعني أراعي إن هذا الإنسان مثلا أشوف الكشف ماله ترى شهريا يعني يدفع ملتزم بالدفع يا أخي، فشوية أعطيه مهلي يعني أطول بالي عليه. يعني مش يصير اقطع اما شخص يا اخي عليه 2000 3000 من شهرين ثلاثه ما بدافع، مفروض هذا اقطع عليه. مظبوط. لا وحتى اذا بدنا نقطع مثلا انه تاريخ القطع معروف مثلا انه 15 تبدل بدون ما نعرف، تفاجأت في الفاتوره مش مذكور ختم ولا شيء محطاه عليه انذار نهائي بالقطع. انا صراحه بيصلني اس ام اس، ما عاد وصلت فاتوره، عم تصل يمكن على الايميل غلط او شيء. جزاك الله خير يا احمد، هالملاحظه يمكن تخص الكل، فلذلك نحن نوهنا عليه. تسلم يا احمد. يا أما يسمحوا لهم مولية وتتراكم الفواتير بالأربع والخمس، 30 حالات نحن عليهم بالخمس والست والسبع تلاف وثمان تلاف، كيف تجمعت هذه؟ يا أخي مفروض 1000 درهم أقطع، نعم 1000 درهم بس خلاص أقطع الكهرباء، لكن أحذر الشخص مرة مرتين، أحدد تاريخ معين عقبها أقطع. شخص ملتزم بالدفع كل شهر يدفع لي يصير أقطع عن الكهرباء ليش؟ زين نقول له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله بيوسف، كيف الحال؟ يا مرحبا يا أخوي. الله يرحب بك فضله. عندي ملاحظة بسيطة، عندي يعني استفسار وملاحظة بسيطة أو طلب مثل ما تقول يعني من الحكومة. قبل أيام أو قبل العيد أو قبل نص رمضان سمعنا من سعادة المدير خليفة نيجي مدير إسكان الشارجة الله يجزيه خير ويجي إسكان زايد. نعم يا أخوي بس. يعني بوبطي الله يطول عمرك. تفضل يا بوبطي. دام فضلك. فجزاه الله خير يعني كان نوه في كلمة طيبة سعدت بالجميع يعني، فقال نحن أولويتنا للحامي بطاقة حماة الوطن. فهم حماة الوطن طال عمرك يعني هم العين الساهرة للدولة، إن كانوا من القوات المسلحة أو كانوا من الشرطة. فجزاهم الله خير يعني بادرة طيبة منهم. نحن حبة أنا عندي اقتراح بسيط أقوله يعني. للحكومة تنظر إلى هذا الشباب والفئة القليلة من الشباب اللي هم خارج الدولة أو في الدولة أو هم سهرانين على راحة الجميع على الوطن والمواطن، وهذا واجب بالأول والأخير، لكن إن نحن نفضلهم على شيء جزاهم الله خير بادرة طيبة. نحن نقول بعض الشباب اللي هم خارج الدولة في المهمة أو داخل الدولة أو يعني عندهم أراضي وعندهم كذا، الدولة تبني لهم أراضي وتريحهم نفسهم وتعطيهم من يعني الأولوية يبني لهم سرعة يعني من إذا كان من الإسكان أو من الدار المسؤولة عنهم أو أي كان يعني دارة إسكان بالشارجة مثلا تابعين الشارجة
مقاوير راس الخيمه في ابو ظبي اسكان زايد. والله ببطئ انا اضم صوتي لصوتك واقول الاخوان اخواننا وعيالنا جزاهم الله خير والله يواليهم الصحه والعافيه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم في القريب العاجل. اخواننا اللي في القوات المسلحه وحاملين بطاقات حماه الوطن الاخوان والخوات لان في منهم عسكريات نعم كلهم نحن نضم صوتنا لصوتك يا طويل العمر نحن كلنا كمواطنين وحتى كمقيمين نقول ان المفروض تكون لهم اولويه في كل الجهات اللي ممكن يخدمونها فيها وتكون لهم اولويه فيها لان هذا الرجال طال عمرك عنده زوجته وعياله ومتغرب عنهم وتاركنهم هنا فزوجته منو له فمفروض زوجته تتبدى يا اخي ومسير مثلا مكان يعني هاي جايه بظروف استثنائية يعني مش مثل واحد ثاني أبوه الصغارية أبوهم موجود يوديهم ويجيبهم قدام عيونهم وساري يا أخي على خط النار الله العالم يرجع ما يرجع نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويردهم كلهم ناصرين منتصرين إن شاء الله. فأنا أضم صوتي لصوتك فعلا المفروض. وبعد في نفس الوقت بنوه على نقطة معينة ببطي اللي هو بعض الشركات الاستغلالية اللي قاعدة تستغل أنه والله نحن نقدم خدمات وخصومات حق حماة الوطن وبطائق حماة الوطن وهذه كلها امور صوريه يعني هي مش موجوده مش ملتزمين بالقانون مش ملتزمين بالقانون يمكن مستغلين ما بقول عدم متابعه الجهات المعنيه والقوات المسلحه بقول لا مستغلين ثقتهم يعني اليوم الثقه جزاهم الله خير القوات المسلحه عطتهم ثقه بان انتم يعني هاي بادره طيبه منكم يا شركات يا مكاتب يا غيره جيتوا وعطيتوا حوافز وبدلات وخصومات حق اللي يحملون بطاقة حماة الوطن مش بس عشان الدعاية ويطلع اسمكم كل مكان لأن هذيل يدفعون ترى ملايين حق الدعاية فقالوا لك والله هذيل بيسوي لنا دعاية ببلاش خلنا نمشيها عليهم. أنا جتني كثير من الملاحظات والشكاوي يمكن تجزاك الله خير فتحت الموضوع فأتمنى أن تكون في بنود جزائية وعقوبات بخصوص الشركات اللي تثبت بأن هذيل عاطين خصومات وهمية أو غير ملتزمين بمنح الخصومات هذه أو الحوافز حق حاملين بطاقات حماة الوطن. هذا الكلام هذا الكلام طويل عمر نحن بس نحن مثل ما تفضلت أنت يعني هذه لا يعني على طول مع وبرع وأنا أتصل إلى عيالهم من يعمل ذلك معاك أنا 100% عيالها ويا أبوه عنده أرض يبنيها ما قادر يعني معنوية الشخص هذا يا أبوي تعال ما يمكن أنت يعني ميزة خاصة مثل ما تفضلت يعني نعم الميزة عن غيرنا جزاك الله خير نعم وهذا عيالنا بالأخير عيالنا نعم نحن مستعدين يا أخي ما أعتقد حد بيحتاج من المواطنينكم ليش عطيتوا فلان لا ما أعتقد يعني حتى لو بديناهم وعطيناهم دور قبل يعني ما أعتقد أن حد بيتبدل كلامك صحيح 100% بطي جزاك الله خير جزاك الله خير على هاللفت الجميل آمين 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 رب العالمين وانتوا بعدها نحضر منبركم الطيب الله يجزيكم خير والله شوف بقولك ببطي كلمة حق نقولها نحن مهما سوينا أنا أتكلم عني وعن الباقين مهما سوينا يا أخي شو أكثر شو نقدر نقدم أكثر أو شو قاعدين نقدمه مقابل الشهداء وأهالي الشهداء وأمهات الشهداء وزوجات الشهداء وأبناء الشهداء فأنت قد ما تقدم يا أخي أنت ما قاعد تقدم شيء ترى لا تتمنن الدولة وتقول والله أنا قاعد أخدم الدولة ولا أنا خدمت الدولة 30 سنة وأربعين سنة أنت مهما بتقدم تراك ما قدمت شيء ناس ضحوا بدمائهم ناس ضحوا بعيالهم ناس ضحوا بأسرهم فأنت قد ما قدمت تراك ما قدمت شيء جزاك الله خير يا أبو بطي مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ان شاء الله ويطول عمره مثلا قال هذا يعني واجب فرض علينا نعم يعني انت اليوم امك وابوك هذا فرض عليك هذه بلدك امك وابوك تعتبر واجب وفرض عليك انك تقوم بواجبها مهما كانت ولو بدون مقابل لكن احنا نقول يعني ما دام الحمد لله امره شغال والامر طيب وكذا فنظر لهذا الشباب يعني ما شاء الله يعني اللي راح وكذا فيعني اولويه لهم الناس مثل ما تفضلت ما حد يزعل ولا حد يقول لا بالعكس هذه ما شاء الله بادره طيبه ان شاء الله وان شاء الله تعالى الناس تسمعنا والحكومه تسمعنا وان شاء الله يبادرون بالسلام جزاك الله خير الله يحفظك يا ابو طيب جزاك الله خير الله يرضى عليك يا طويل العمر وانا اضم صوتي لصوته والكثير ما اعتقد ان احد بيعارض على هالكلام نهائيا نحن مستعدين وراضين بان يبدونهم علينا ويعطونهم الاولويه في كل شيء ما عندنا اي مشكله حاملين بطاقه حماه الوطن وهذا واحد من الاخوان بعم طرشلي رساله عندي بطاقه حماه الوطن لغايه الان ما حصلت اي فائده منها وخاصه من طيران كذا ذاكر لي طيران ويمكن هي احد شركات الطيران اللي اعلنت انه بتكون في لها خصومات بالنسبه للحاملين بطاقه حماه الوطن وما في اي شيء فانا اعتقد يعني الشركات اللي ربحانه بالمليارات ما اعتقد راح تخسر شيء اذا عطت خصومات معينه او خصومات
بنسب معينة، سواء في الوكالات، وكالات السيارات، سواء وكالات السفر والسياحة، طيران، الأثاث، المساكن، مقاولات، إشراف هندسي، غيره 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 غيره، ما في أي شيء. وفي بوادر، يعني في ناس جزاهم الله خير قدموا بوادر مثل هاي ملتزمين فيها، لكن في الباجين مع الأسف يعني ما أدري ليش. زين ناخذ فاصل 54، خلنا الفاصل عقب قبل الأخبار. زين يلا فاصل قصير بس بنرجع لكم مرة ثانية. نوجد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين ومتابعين رابع الناس من إذاعة التلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. نرحب بمكالماتكم على 600551610 وارسلكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين اتصالات ودو. واللي تفوت الحلقة بس بتم أذكر لنهاية البرنامج اليوم ما تتعودون، طبعا اللي تفوت الحلقة ممكن يتابعها على اليوتيوب، ممكن يتابعها في الليل الساعة 10 على نفس القناة، وممكن كذلك يتابعها حاليا على الابليكيشن، لان في ناس وايدين يشتكون ان احنا في سايرين المناطق الفلانيه والمناطق الفلانيه في السياره، يقولون ما نسمع الاذاعه او تشوش علينا اذاعات ثانيه من دول ثانيه. زين فممكن يتابعنا عن طريق الابليكيشن، وممكن يتابعنا عن طريق الفيسبوك، ممكن يرسلنا رسائل عن طريق تويتر كذلك. وشو بعد خليفه عندنا؟ انستغرام، فيسبوك، تويتر، وبعد واليوتيوب. زين وتويتر على فكره تطلع رسائل عندي هنا، يعني بقراها مباشره. زين نقول الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا ابو راشد؟ ابو يوسف وياك. ابو راشد اجازه، تفضل يا اخي. يا مرحبا. خير الله يحييك الغالي. انا عندي موضوع ابيك تشوفه لي. منو معي اول شيء؟ ويا غيث الشحي راس الخيمة. غيث الشحي تفضل يا غيث. أنا على الهواء الحين ولا؟ إيه نعم أنت على الهواء. زين عندي موضوع عن المخالفات المرورية طول عمرك. زين أنا داوم في أبوظبي وأطلع من راس الخيمة لين أبوظبي. زين وفي تجيني مخالفات آخر شيء على كل شهر. زين كل شهر؟ هاي رادارات، هي كل شهر تقريبا توصلني 4-5 مخالفات. والمخالفات هاي اللي توصلني يعني أقول لك طايف الرادار كيلو وين. زين يوم أصير أراجع المرور يقولوا أنا أثبت السرعة ترى مو أسرع يعني. أعرف كيف وفهم أراجعهم ماشي فايدة أدفعها. قالوا المرة الجاية يوم تصير عند الرادار يعني خف السرعة. فشو سوي؟ ثبت 135 ونفس الحالة. صورني كم من رادار يعني قالوا لي سيارتك فيها شيء. سيارتي يعني جديدة ما فيها شيء. فما أعرف شو الحل يعني. الحين مرة ثانية صورني رادار وأنا أشوف الرادار يوم يصورني أنا أمشي 130 بعد. وصورني الرادار اللي بالشارجة وفي بدبي يعني مش مكان واحد. عرفت كيف؟ بس إذا السيارة خربانة الرادارات كلها بتصورني يعني مش رادار ولا رادارين. والحين هالمرة يعني ما أدري شو أنت أتولي. الحين قبل على كم كنت ثبت السرعة؟ قبل كنت 140. ثبت على 140. هي. وتيك مخالفات على كم؟ ضبطية يعني كم؟ 142. المخالفات مش وايد يعني 2000 درهم. لا 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 خل مش وايد. أنا أتكلم الحين ضبطية بكم يضبطك؟ يضبط 141-142. 41-42. ايه زين. يوم صرت القياده قالوا لي اوكي نزل من سرعه السياره. نزلت من سرعه السياره 135-130 بعد 135 كي. زين ونفس الحاله. كم يضبط؟ يعني يضبطني 141. والسياره جديد موديل السنه بعد يعني مش قديم ولا شيء. نيسان الجديد. زين الحين لحظه شوي. الحين انت على 140 يضبطك على 141-42 ويتك المخالفات صح؟ نعم. معناته الهامش اللي زايد عندك كيلوين. ايوه. زين لحظه شويه عقب يوم صرت دفعت المخالفات قالوا لك نزل السرعه فقمت انت نزلت 5 كيلو. نعم نزلت 5 كيلو. نزلت لين كم؟ 35. نرجع للهامش مره ثانيه. مفروض سيارتك قاعد تزيد كيلو او كيلوين. مفروض انت الحين تمشي يوم تثبت على 35 مفروض تمشي. نعم. 36-37. نعم. ومين يت الخمسة كيلو زيادة؟ يعني أنت الحين يضبطك أيوة. الرادار على 41-42 وأنت تمشي 35. نعم. من 35 كيف؟ أيوة. عليك نور عليك نور. زين هذا سؤال. هذا واحد. زين. نعم. كم عمر غيث؟ نعم. أنا عمري 20. 20. زين سؤال ثاني يا غيث. عمر أنت الوحيد اللي عندك النيسان؟ لا وايد ناس على بالشوارع. هل كلهم عندهم هالملاحظة ولا أنت بس يا غيث؟ والله
أنا أول مرة أسمعها فيها وأنا بعد لو ربعك عندهم نياسين. نحن يا أخي اللي يسمعونا الحين آلاف مثل ما قلت أنت عندهم نياسين. نعم. ليش ما تيها الملاحظة اللي عندك أنت؟ نعم. عين وين الخلل يا غيث؟ في الرادار ولا في الشارع ولا في السيارة ولا في سواقتك ولا وين بالضبط؟ أنت حلل لي إياها يعني. والله شوف يا أبو راشد يعني يا أبو يوسف، أنا الحين لو تلاحظ وتدخل الرمز المروري مالي، أنا الحمد لله من سقت لين الحين بحياتي ما طفت رادار مسرح. زي حبيبي يعني ما عليه، عندي حلك. زين امش 30 يا أخي، ولا أقول لك 30؟ ولا أقول لك شوف ما يبالي شيء، دور لك شارع إنزين مسموح فيها السرعة لين 140 مثلا، وامشي يا سيارة ثانية، شوف كم هذاك يمشي وكم انت تمشي، انتو كلكم شباب ما شاء الله، وثبت انت السرعة، يعني مش لازم تمشي 140 طبعا انا اتكلم، لكن حاول تمشي 80 90 100 وثبت وشوف السيارة الثانية كم تمشي بيبين. صح صح. لا انا سويته بس عندي ابلكيشن بالتليفون تعرف اللي يطلع سرعة السيارة. زين وين الخلل؟ طلع لي صح. لا صح يعني الابلكيشن صح ويا السيارة. يعني الخلل في الرادار؟ ما ادري يعني يمكن خلل بالرادار. نفس الرادار يزخك كل مره ولا رادارات مختلفه؟ تقريبا هي نفس الرادار. نفس الرادار هي. طيب هم الحين في المرور ما وصلت ملاحظات من كذا سياره على نفس الرادار؟ المشكله أنا هاي صارت على فكره قبل فتره في رادار في ابو ظبي، في ابو ظبي يا ام ابو ظبي يا ام دبي، لان في السمحه كان الرادار يعني يا بيكون تابع لابو ظبي يا ما لان على الحدود. انزين كان يصور يصور يصور، يصور اي سياره تمر يصورها. آه إنزين والناس عاد ارتبشت، قال يا أبوي صورني على السرعة ما أنا ما كنت مسرع كذا وهذا، فقالوا لا جزاهم الله خير الإخوان، قالوا ما عليكم هذا الرادار فيه عطل وكذا ونحن بنصلحه والمخالفات كلها ملغية. فإذا في خلل في الرادار معناته مش أنت الوحيد اللي بتشتكي، كلهم بيشتكون فبيلغون المخالفات. المشكلة أنا حين يوم أسير المرور يا أبو يوسف ما حد يسوي لي سالفة، بيقول له والله أنت يعني صغير وطايش. كيف أنا صغير وطايش؟ إنزين لو طايش بيبين لك الرادار أنا أمشي 160. توايرك ما مبدلنها نفس التواير؟ لا سيارة جديدة ماشي 5000. أنا أشوف الحين أنت تكلمني بالعقل يا أخي غيث. نعم الحين نعم. هاي ملاحظة شخص واحد ورادار محطاي حق آلاف السيارات. نعم. مش آلاف عفوا مئات الآلاف من السيارات تمر عليه. نعم. طيب نصدق الواحد ولا نصدق الرادار؟ والله يا ابو يوسف انا ما شو ما انا اكلمك بالعقل، انا مستغرب. انا اقول لك موضوعي ترى عجيب، عرفت كيف؟ موضوع عجيب يعني مش بس راس الخيمه، راس الخيمه الشارجه ام القيوين ودبي علبوي الخلل في السياره، روح ودها الوكاله خلي يضبطوا لك اياها، شوف شو المشكله اللي عندك. شافوها ماشي عايش. اقول لك خلاص امشي 130 يا اخي. انزين الحين المخ والله ما ادري ايش اقول. لا مش معقوله يعني انت الحين ما عليه مشينا وياك حبه حبه يا اخي، 140 هامش سرعه كيلو كيلوين زياده صدقناك، 135 هامش كيلو 7 كيلو، يعني سيارتك انت اوتوماتيكلي تمشي 120 هي تمشيك 141 142 هذا معناته. انا الحين انا كذا مستغرب ترى، الحين مستغرب يعني قلت المهم شوف حاول يا اما توصل للوكاله يا اما لغيره. وعن السرعه يا غيث بعدك قدامك المستقبل طويل والحياه طويله وبعدك وراك زواج وبيت وعيال ومستقبل ان شاء الله عمرك 20 سنه الله يهني اهلك فيك ان شاء الله. امين ان شاء الله وياك ان شاء الله. حياك يا غيث حياك. مشكور ما قصرت. السلام. مرحبا مرحبا. زين ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة والتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8، ونرحب بمكالماتكم على 600-55-1610 ورسائلكم من نصيل قصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين اتصالات ودو 7009 للشبكتين اتصالات ودو. هاي رسالة طبعا مش لبرنامجنا، البرنامج اللي قبلنا، لكن لأن فيها بنت وفيها عيد ميلاد ف نقول عقبال 100 سنة أحتفل بعيد ميلاد بنتي نورهان أحمد مصطفى جودة. زين وهذا رقم موبايلها. عيد ميلاد بنتي نورهان أحمد مصطفى. آه خلنا نسوي فيها حركة. خليفة أنت ترمس منه؟ إذا خلت تسجيل خلت تسجيل أقول لك هاي نورهان اليوم عيد ميلادها فأكيد هي ما تتابعنا، فخلنا نسوي لها مفاجأة نتصل فيها نهنيها. 49 مش مال برنامجنا، برنامج اللي قبلنا يعني شوية تغير جو. زي صباح الورد عندي ملاحظة بخصوص أصحاب البيوت والعماير عند زين وما عنده شو والعماير عندي يأجر وما عندي يسوي صيانة، أشكال العقار تشوه شكل الإمارة والعزابية ما يصير يسكنون عند العوائل، نحن في الإمارات هب في الدول الثانية عادي عندهم الشيء. أختك الشامسية. آه الشامسية زاك الله خير، والله ينظم صوتي لصوتك صحيح
بس الشامسية دوره منو يلف على البنايات ويشوف البنايات مشوه المنظر العام أو ما مسوي لها صيانة أو مثلا مسموح أن يسكنون فيها العزابي ولا لا؟ مش في جهات في كل إمارة، جهات محلية طبعا نتكلم عنها اللي هي البلديات وغيرها، ما أدري منو بعد من الجهات، مش مفروض يتابعون يعني؟ زين والله يا الشامسية أعرف عمارة يمكن عمرها أظني طلعت قيمة العمارة يمكن ما العشر عشرين مرة طلعت، وهي مثل ما هي لا لونها تغير من يوم وأنا صغير أشوفها. ما تعرفين زين. منذ فترة استضفتم هاتفيا قائد شرطة دبي أو قائد شرطة المرور وصرح بسماح تركيب المخفي لسيارات الشركات، وبعد دهر بعد تركيبنا للمخفي ولدى اتصالنا بشرطة دبي أفادوا أن ذلك مخالف، يرجى التوضيح. أخوكم منتصر أبو منتصر. والله ما عندي فكرة يا طويل العمر، ما عندي فكرة هل القانون تغير، هل في بعض الإمارات القانون مسموح فيه والقانون غير مسموح فيه، ما أدري، ما عندي تعليق يعني، لكن إن شاء الله تبان نتأكد. فالك طيب نتأكد. السعيد كنجي صبحكم الله بالخير، براشد مستانس بالبراد والطبيعة ونحن ياسين بالحر، بس ما أعرف بنخصيف شال وياه جاشع وسمك ولا أطرش له، والله أنا بعد ما أدري. والله يهني إن شاء الله ويرزقك إن شاء الله، ويرزقنا ويرزق الجميع سفرات في جو بارد، والحمد لله رب العالمين على كل حال. زين نقول ألو، منو؟ ما أسمعك. ألو ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أنت وين طلعت أحمد؟ نعم أحمد. أيوة فندم. كيف حالك يا فندم؟ الله يبارك فيك. معي أحمد مصطفى. أيوة نعم. جودة. تمام. كيف حالك؟ الله يعطيك العافية يا أخي. نحن نتصلين في نورهان. نعم. شو نعم؟ أنت اسمك نورهان؟ أنا لا، أنا حضرتك أنا ممكن أديك الرقم بتاعهم دلوقتي. لا نورهان. أيوة. كم عمرها نورهان؟ 10 سنوات. 10 سنوات. نحن كنا متصلين حق نورهان، انت وين طلعت لنا؟ الله يبارك فيك. هو بس ممكن اديكوا رقم، الرقم هناك تتصلوا عليها الحين. لا بس نحن حبينا نهنيك بعيد ميلادها العاشر ان شاء الله، الله يبارك في عزكم ان شاء الله، والله يفرحك فيها ان شاء الله، خريجه وعروسه ان شاء الله، ويعينك على تربيتها ويجعلها ان شاء الله الذرية الصالحة يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. تسلم حبيبنا، الله يعطيك العافيه ويبارك في عمرك يا رب العالمين. يعافيك يا احمد ويخلف عليكم بالخير والبركه دائما ان شاء الله. وعليك ان شاء الله. الله يحفظك يا احمد. الله يبارك في عمرك ويحفظك. مع السلامه يا احمد. الله يحفظك. الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. شكركم. الشكر لله. حياكم الله. مع السلامه. الله يحفظك. انزين انزين. اهلي عم يحضروك من لبنان. أهلك عم يحضروني في لبنان. تحياتي لأهل جات في لبنان كلهم. منو في حد معين تحب تهني؟ والدتك. سبحان الله. وابوك زين. يا أم جاد تحياتي لك في لبنان. يا مرحبا بك يا أم جاد. هذا جاد يحييك. تعال زي سلم عليها. خل تشوفك. تبى تشوفني أنا؟ تبى تشوفك أنت ورا التلفزيون؟ هي ورا التلفزيون. سلم عليها. تحياتي لك. اشتقت لك يا ماما. اشتقت لمكدوساتك. وشو بعد شو تسويك؟ شو الأكل اللي تحبها؟ والله محاشي. بتعمل محاشي؟ بتعمل ورزعة دجاج. بتعمل شو رزعة رحم. رزعة دجاج. وكبنية. لا هذا عم خليفة. هو بدي شو لحمنية هي كبنية. كبنية. هو شو بعد محاشي؟ انت شو لك بالكبنية؟ انا احب شيء يسمونه لبن امه. ها شفت كيف شرفنا؟ خلاص تعرف لبن امه. هذه اكله صدق تنأكل يعني. خل تعال 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 اشرح لهم هذا الحين شو معنات لبن امه. تعال يلا يا جاد. ما تعرف شو لبن امه؟ شو هي فيها كبده ولبن مش عارف شو ولا انت ما تعرف شو معنات لبن امه؟ لا اي وحده. ها الاكل اللي فيها لحم ولبن. انا بعرف في لحم وفي لبن بس اسمه ما يعني. انت لبناني ما تعرف اسمه يعني؟ والله والله عظيم. ايه السوريين شاطرين فيها. ايه لا هي اكله لبنانيه. التبوله هي المشكلة اللي قائمة ما بين إسرائيل ولبنان على أي أكلات؟ على الحمص. الحمص بس؟ والتبولة. الحمص والتبولة والفلافل. فلافل تركي. فلافل تركي؟ لا نحن وإسرائيل. هي إسرائيل عملوا أكبر صحن. ما نحن فالحين في أكبر صحن. الله يخليك. شو فالحين فيه يعني؟ إجوا اليهود أكبر صحن. عملوا صحن أكبر. زعلوا عنا الدنيا صحن أكبر.
زين حمص وتبول تبوله صح وفتوش اطراف كله الاطراف لا عيش شو الاكل اللي في سبع اظني سبع ما ادري ست اصناف صار عليها الخلاف بس الحمص والتبوله بالذات ها لا 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 بس لا لا بس في شيء تابع للبنان لان شوف الحضارات تقاس حتى بنوع الاكل اللي تسويه لذلك اسرائيل قاعد تضارب عليه لان اسرائيل ما لها حضاره ما لها تاريخ ما عندهم شيء فيبون ينسبون اي شيء لنفسهم لكن الاكله هاي اللبنانيه فصارت في مشاكل بين لبنان واسرائيل على اساس ان ينسبون الاكله لهم فكل دوله لها اكله شيء معروفه فيه يعني طبعا الاتراك والعثمانيين يعني هم لهم اصناف غير طبيعيه طبعا والهند بعد الهنود لهم اصناف المطبخ الاوروبي كذلك زين ها أه؟ شاكريه لا الشاكريه يسمونه لا الشاكريه مش لبن امه لبن ولحم اسمها شاكريه لا الشاكريه اللي يحطون فيها المعجنات يحطون فيها معجنات مع اللبن على ما اعتقد ما ادري والله انتوا ادري يعني زين زين جوازات عن طريق الوالد وحاليا ما عندنا لا جوازات ولا كذا لان الوالد ما سجل اسامينا في الجنسيه هالموضوع مش عندنا يا اختي اللي مطرش الرساله رقمه 2 3 4 3 3 2 3 3 هذا مش عندنا هذا عن طريق اداره الجنسيه والاقامه يا طويله العمر تسيرين عندهم تشوفين شو الموضوع زين خليه يشتكي في هيئه التامين الصحي خليه يشتكي في هيئه التامين والتامين الصحي يغطي دبي فقط زين هو يتكلم عن دبي هو إقامته من دبي وحاصل على التأمين من دبي زين أسجل رقمنا 04 219 7000 هذا رقمنا هيئة الصحة قسم الشكاوي زين الجماعة راصدين البرنامج عارفين المشكلة أي حد عنده مشكلة مع شركات التأمين في دبي يتواصل مع هيئة الصحة في دبي ويختار قسم الشكاوى ورقم تليفونهم 04-219-7000 04-219-7000 هيئة الصحة في دبي طبعا ويتواصل ويطلب قسم الشكاوى ويشتكي على شركة التأمين أي مشكلة عندك مع شركات التأمين زين نقول ألو يعني عند هيئة الصحة الموضوع خلاص ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمير يوسف كيف حالك يا مرحبا أخي معك طارق أنا سوري مقيم في عجمان أخ طارق يا مرحبا تفضل يا طارق الله يخليك تصحيح لمعلوماتك بس اللعبة اللي بيحطيها مع الجنات بيسموها شيش برك مو شاكريه صح شيش برك عفوا انا غلطان ولا الشاكريه هي نفسها بس سوري لبن ولحم جنبه بيتقدم رز او فريكه الناس اللي تحبها يعني زين هاي يسمونها شاكريه ايوه هي الشاكريه زين ولبن امه شو ما بعرف لبن امه صراحه ما بعرف لا يثورون اللحم لا. مع اللبن مع الروب او اللبن زين يثورون اللحم فيه وياكلونه مع عيش طبعا عيش بشعيريه والعيش العادي هذا ممكن يكون هي نفس الشاكريه بس اسماء ثانيه بمناطق ثانيه فتختلف مسمى يمكن من منطقه لمنطقه شكرا على تصحيح المعلومه يا طارق يعطيك ثاني بعد بس في عندي ملاحظه تفضل يا اخي انا بس اطلع هذا الموضوع تفضل الملاحظه بخصوص لو شارع الكورنيش اللي بعجمان ما اسمع في اليوتيرن اللي شارع الكورنيش اللي بعجمان شارع الكورنيش ايوه اليوترن اللي غيروا مكانه اخر فتره لو تعرفوا قبل دوار الكورنيش عند المطاعم الجديده اللي فاتحينها فينيو هناك فهذا اليوترن غيروا مكانه رجعوه ورا شوي هو كان قبل الدوار بشيء بسيط بمسافه بسيطه هلا رجعوه لورا شوي فهذا اليوترن لما تاخذه يسار تروح باتجاه شارع المرور القديم صراحه جاي يعني جاي المدخل ممكن غلط او ما بعرف ممكن في سوء تنسيق او ممكن يكون صح بس انا بالنسبه لي لما استعملت الطريق اكثر من مره حسيت لما بدك تدخل اليسار لازم تطلع بعرض الشارع فهذا الموضوع صراحه بيأثر خصوصي بالليل يوم بيكون في ازمه سيارات ممكن يسوي حوادث وممكن يعمل اشياء ومكثر خيرهم سووا حركه انه كان لازم يكون الفلتر اليوتيرن مقابل فلتر الدخله على طول اللي بتضيق على شارع المرور القديم
بس ولكن هم يعني في مسافه بسيطه، هي المسافه اللي بتخليك انت يوم تلف الترن يسار باتجاه شارع المرور تخليك تاخذ عرض الشارع شوي. زين بصراحه بتسبب ازمه، بتسبب حوادث، قصدي مو بتسبب ازمه، بتسبب حوادث. حالك طيب، في عرض بس ينعاد نظر فيها، وممكن يكون انا وجهه نظري غلط، بس انا مستخدمين هذا الطريق تقريبا بشكل يومي. زين وغير يا طارق بالليل. سلامه قلبك، الله يحفظك يا طويل العمر. شكرا. زين وين 11-11؟ صباح الخير أنت وطاقم البرنامج. محمد العيناوي مذيت، تحياتي لك يا محمد، مشكور على التواصل. محمد العيناوي مستمعنا ما شاء الله عليه، دائما أو كل يوم يتابعنا ويطرش لنا رسالة، تحياتي لك يا محمد. زين هذا يقول أنا عندي قريناي بخصوص بطاقة حماة الوطن، يعطيكم العافية. شو شفنا بيت للإيجار، قال المالك أنه ب35,000، يوم عرف أن ريلي بيأجر عن طريق القوات المسلحة قال بأجر لكم ب55,000. رفضنا أنا وزوجي الموضوع لأنه يستغل زوجي وظيفته، مع العلم أن المالك للأسف إماراتي. والله مشكل إماراتي، إماراتي على فكرة، والإماراتي مش بالجنسية أو بالجواز، الإماراتي بتصرفاته بوقفاته، يعني كيف يعني يستغل الوضع، يعني ما عليه كيفك، في حد ثاني بيأجر يعني مش مشكلة. وقريت الرسالة بكل شفافية أختي. زين والله العظيم أن الطيران كذا منح خصم لأخوي الذي كذلك عنده بطاقة حماة الوطن بمبلغ 5 دراهم. خمس دراهم، شوفوا استغلال بطاقة حماة الوطن، شوفوا كيف يتم استغلال حاملين بطاقات حماة الوطن. اتصلوا علي إذا ممكن، شو موضوعك إذا ممكن لو سمحت يا أخي، ممكن غيتي مبدل تواير وأنا صارت معي، سألناها السؤال قال ما مبدل التواير، سيارة من الوكالة، أنا وعندي، أنا عندي وحليتها والحمد لله. زين عيل تواصل يا زين أنت مبدل التواير ونحلت عندك المشكلة. لا بس غيث مو بمشكلته في التواير، غيث عنده مشكلة ثانية وهو عارف أنها. السلام عليكم، عندي نيسان، بس نيسان ممكن رجال مبدل التواير 900 تمشي فوق العداد، قلنا مش موضوع التواير. تحياتي، إذا تم تغيير إطارات السيارة من حيث عرض الإطار السيارة يكون السبب. طيب نفس التواير مركبة على واي سيائر ما فيهم نفس المشكلة، مفيد مش مشكلة التواير. بخصوص السرعة أرجو التأكد من الإطارات والرنقات وشكرا، أخوكم ببرعي. تحياتي لك يا ببرعي. مش التواير، أنا عندي نيسان بترول وأحيانا ثبت السرعة السيارة لحد 150 ويزخني الرادار، هل كيف أبو محمد؟ هل كيف؟ والله ما أدري هل كيف يا أبو محمد، كيف يعني 150 ما تبغى يزخك يعني، هل كيف يعني؟ والله حرام، كل مرة أروح التوجيه الأسري في المحكمة ومليان شابات في عمر الزهور وشباب صغار، ليش ليش شو السبب؟ والله شو السبب يا أبو محمد؟ أنت أدري يا أبو محمد شو السبب؟ تكلمنا يومين في الموضوع. بعدني أنا محتفظ بالرسائل على فكرة اللي وصلتني. هاي تقول أنا بصراحة نفس صدمت يعني، أنا بصراحة من صدمة لازم أشوف حل لهذه المشاكل. صح المسلم يجوز لأربع حريم، لكن أين يعرف هذه الحرمة شغالة ولا في كذا ولا في الشارع ولا بنت عائلة؟ ضروري حسن السيرة والسلوك، وكيف يعطون هالجواز؟ أنت طرحنا الموضوع هذا. مرحبا يوسف، بيوسف وعدتني برقم الخطابة أخوك الصغير بخليفة. والله بخليفة أعلننا عن رقم الخطابة، أتذكر أنا هذا، حتى كان الكلام هذا يوم الخميس. بعدني بعيد لك الرقم 050-998-186 050-998-186 هذا رقم أم مسعود، وعندها طبعا المساعدة مالها 050-302-3338 هذه أم فزاعة أو أم هزاعة إذا ما كنت غلطان 050-302-3338 هذا رقم الخطابة أم مسعود يا خليفة، ولا تزعل شكلك مصمم يا خليفة أبو خليفة. نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف حالك؟ يا مرحبا أخي تفضل. يا هلفك ويا جاسم. يوسف عندي موضوع، بس هو من وين يا جاسم؟ من الشافعي. تفضل يا طويل العمر. أنا ما بقول شكوى، هو عتب على قسم مكافحة التسرب.
مكافحة التسول. يعني كان في حملة قبل لو تذكر على مكافحة التسول وهذا. يعني أنا بتكلم عن شخص، هم شخصين من سنتين الحين الناس كلها اللي يروح دبي يوميا أكيد شايفينهم. شارع الاتحاد، الحد الجسر الفاصل بين الشارقة ودبي، في اثنين، واحد صوب الشارقة وواحد صوب دبي، يوميا صار لهم سنتين، لأن أنا حافظنهم لأن صار لي حين مو برمضان اللي طاف اللي قبله. يوميا أنا كنت أسير وأرجع وهذيلا موجودين، يوم يبيعون لك ماي، يوم سابيح، يوم كذا بس يشحتون. ونبلغ عن أنا عن نفسي بلغ كذا. مواطنين؟ لا هنود أسيويين هم كانوا. يعني سنتين معقولة للحين ما نزخوا سنتين؟ نفس والله حفظت أشكالهم. سنتين يا أبو يوسف. والله يسمعونك الجماعة ورافضين البرنامج. وحتى بعد صار لي يعني أنا أشتغل في جهة من الجهات. يكون في عندنا متسولين ساعات. في يوم يعني ضبطنا متسول وديت عندي المكتب واتصلت أنا 902 أذكر ولا شيء. أعطوني رقم التحريات. قلت تمام، دقيت على التحريات. خذوا رقم تليفوني وقالوا لي بنتواصل وياك. عدت ساعة ونص ما حد اتصل بي. رجعت اتصلت مرة ثانية وقلت لهم أنني أتغير والشخص موجود عندي في المكتب، شو أسوي به؟ قالوا لي لا، في رقم ثاني بنعطيك إياه حيلا، هذا خاص للتسول. قلت يلا ما حيلا. يعني شوف أعطوني رقمين وهذا الثالث. وبعد دقيت على الثالث وقلت لهم وخذوا رقم تليفوني. السالفة هاي الساعة 11 ونص، لين الساعة 12 ونص الشخص موجود عندي ولا حد كلمني. كان أقول حق الرجال توكل على الله. فالك طيب يا جاسم إن شاء الله. وغيره جاسم؟ لا بس سلام فيك. حياك يا طويل العمر. الله يحييك. زي ما نقول ألو. ألو. السلام عليكم يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حال أخوي؟ يا مرحبا أخوي. أبو حميد يا أخي إيش حال أخوي؟ يا مرحبا يا أبو حميد. أبو يوسف أنا مركز منشر الصحي اليوم صرت. والبارحة عوار الضرس مو ما رقدت والله. مو تعبان. إيد وصلت عند قلت لهم يا جماعة أنا ضرس يعورني. ما أقدر والله إني تعبان مو من عوار الضرس. بشيل الضرس. قال والله عندنا فل ما نقدر. سير عند دكتور تاخذ موافقه عقبه خليك دش. قلت لي يا اخو الحين انتم تسوون دكتور واحد حق حالات الطارئه مثل هاي الحاله. فقالت لي سير هناك انت شوف الدكتور اذا وافق عقبه نوافق لك. يوم صرت عند الدكتور قال والله ما اقدر الا فيني الساعه 3 ولا 4. يا جماعه عوار الضرس ما في شويه والله. فاضطريت اني اتكلم انا ما بضده ولا شيء ياسر. والله اني راح ورقتي يا ابو يوسف الله يعينك. قسما بالله عوار الضرس ضاربني في الراس ما العقل ما بالله. ما ابغي الا اشله. الحين بطلع بس ادور لي عياده خاصه. بعدين انا يومي عندها الاخت قلت لها يا اختي انت شوفي والله اني تعبان. ما ترمسي حاطه عيونها في الكمبيوتر وانا في حاله لا يستر علي قسما بالله. تعرف عوار الضرس يوم يجيسك شو والله انه لكن تعاملت يا معاملة جيدة أختي إني أنا جاي والله إني أنا تعبان. ما أرى مشافي قالت لي سير هناك عند الدخار. ما بأسلوب وبطريقة زي ما في مشكلة أنت عندك فوز لكن بأسلوب بطريقة بكلمة حلوة. وين قلت لي مركز المزهر؟ مركز المزهر الصحي. وين؟ والله إنه ما بأسلوب في دبي. ما كنت أنا جيت قبل الحمد لله جزاهم الله. لكن مثل هاي الحالات أنا اخترت في دكتور حالة طارئة هذا ضرس عورة تعبان مول ما يقدر فسووا له حالات هاتوا دخل عند الدكتور على طول والله ميود والله إني ماكل ثلاث حبات بنادول يا بيوسف ولا العوار يعافيك الله يعينك والله العظيم ضربني لا معروف أخي ويا الضرس معروف والله يا بيوسف إني ما رقدت البارحة الله يعينك لين اليوم أنا واعي شو رأيك يوم تي عندهم المستشفيات تعاملوا وياك النمونة يعني واحد لازم يسوي عيادة خاصة وهني عيادات الحين ما شاء الله شوف هي والله عندي أنا فل إذا شوف حالتي أنا مو تعبان
ضرسي والله مستعد اكتب لك. وصح كلامك، يعني واحد الحين جاي عشان ضرسه، حتى لو ماخذ موعد، حتى لو عاطينا موعد قبل شهر شهرين، يمكن موضوع حشوه، يمكن موضوع يعني امور ثانيه، بس مش حاله طارئه. يعني الحين الضرس العقل مش كل يوم يسوس، خلاص لازم ينشل. وهو على فكره الضرس يعني سبحان الله ما له دور يعني في الفم، فعادي تشلي يعني. يوسف انا ضرسي كنت حاط لي حشوه، طاحت الحشوه وانا ما ادري طاحت عني الحشوه. الحين ضارب العصب طلع لي خلاص. المفروض دكتور يشوفوك يدخلونك على طول يشلوا لك اياه. وبعدين شغل الشل الضرس يا اخي ما تباله دقائق يعني، مو بهيك والله، ما تباله دقائق والله يا يوسف صدقك. بنج وانا شال قبل ضرسي اللي مني، والله انه بنج وخلاص يشلوني اياه وخلاص. الله يعينك والله. تونا احنا متواصلين وياهم هيئه الصحه وراصدين البرنامج، صح خليفه؟ راصدين البرنامج يسمعوا. ويوسف حتى اقول حق دكتور مصري يطول لي عمره، قلت له طول العمر شوف حالتي اعطني دواء، قال لا ما بسجل لك اي شيء خيبه. دكتور غرفه رقم 10 الغالي، مر ابو حميد مر الصيدليه يبيعون بنج مال اسنان. ما اخذ يوسف قسما بالله، سايب صيدليه عندي ادويتي انا في جيبه، وراويت الدكتور قلت له يا دكتور الحاله، شوف لنا الحاله اللي انا فيها، ما اكل ثلاث حبات ما بحبها حبتين والعوار ما يطيح. البنج خدت البنج؟ والله يا ابو يوسف لو وحميد خدت البنج الرش؟ تريد تفكر شليت برسي ها؟ والله العظيم اللي فيني اقول لك، خدت البنج هذا الرش؟ لا اخذت الغرغره هاي اللي لا 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 صر خذ الرش. اسمعني اسمعني زيد تحينه، الله يرحم والديك، تلاحق على ضرسك تلاحق على ويع الراس. اقول لك خذك الرش هذا الحين، ولما تحصل لك عياد ابوي ودفع لك 100 درهم وشل. شو اسم الرش؟ بنج بنج، قول له بنج مال اسنان رش عندهم، يركب فيه مثل البيب كذا ترشي يسكن لك الالم شويه. بسير والله بسير باخذ يا اخي، بس يدوي لي عياده خاصه، بس كمعاملتهم هم الاخت اللي حاطينه صراحه. اسمعني والله هاي بسير. خلاص عاد وصلت هاي عند الجماعه، واذا بعد تبى زياده اتصل في 04219 زين 04219 7000، هذا رقم هيئه الصحه، واطلب قسم الشكاوي واشتكي عندهم يا طويل العمر، خلي تاخذون جرعات. 219 7000 219 7000. نعم انت دكتور يعني انا حالتي ابو حميد اتكلم وياك اهل الشلوك ابو حميد، ما بعرف اقل دواء ابو حميد. الله يطول عمرك خلاص. الله يحفظك يا طويل العمر، مشكور يا ابو يوسف. حياك يا سيدي حياك. لا تعليق. زين سعيد كنجي يقول صبحكم الله بالخير، بخصوص الشخص اللي تكلم عن بطاقة حماية الوطن، أنا أضم صوتي لصوته ولازم يشوفون حل لشركات الداعم للبطاقة. أنا من صرفوا لنا البطاقة لين اليوم ما أحس أني استفدت منها شيء والله. يعني جزاهم الله خير القوات المسلحة يوم سووا هذه البطاقة وضموا الشركات فيها، حطوا أمال كبيرة يعني، واللي حصلوا البطايق بعد كذلك حطوا أمال كبيرة، لكن مع الأسف الشركات غير ملتزمة. شو بتسوي؟ زين ممكن اتصال لو سمحت، موضوع يخص التأمين. التأمين يا أخوي تواصل مع هيئة التأمين وشوف شو الموضوع عندهم. شو بلا جو نبي يوسف، كل واحد يبا يهد، صدقني ماشي فرق بيننا وبين الأوروبيين، الفرق بس أنهم يأكلون سكريم ونحن نتلذذ بالمشاوي. صح كلامك. زين هذا واحد يقول السلام عليكم، تروح لعياده وانت مزكم وتعطيه تأمين يعطيك أدوية بقيمة 200 أو 300، أما بدون تأمين يعطيك ب30 و40 درهم. صح كلامك، لأن الشركة بتدفع. هاديك شيش برك، هي صح هاي شيش برك. زين خليفة وين انت؟ ما اسمع لك حس. ارجو اتمنى مساعدة للعلاج ام جوري. زين يا ام جوري بنتواصل وياك. المعجنات مع اللبن اسمها شيش برك يا ابو يوسف، والشاكرية هي عبارة عن لبن ولحم وبياكلونها مع الرز، بس عجيبة. اوكي زين. عفوا، وما يزخني الرادار على هذه السرعة، فإذا دليل على أن التواير وعداد السرعة بالنيسان معمولة بحيث تعطي انطباع للسائق أنه مسرع أكثر من اللازم، حماية له أبو محمد. أتمنى ترجع قناة عجمان مثل أول عام 2000 أيام مسابقات وبرامج روعة، وأما الإذاعة ممتازة 100%. ذاك الله خيرك، ونحن كذلك نتمنى، بس سبحان الله ما في شيء يدوم على حال يعني.
وبعد نحن ما زلنا على فكرة في التلفزيون ماشيين على نفس النهج يعني بتحصل برامج قديمة مسلسلات قديمة ومعظمها معظمها يعني 90% كانت من إنتاج استديوهات عجمان. يعطيك العافية يا محمد الذهب. زين خلي يتصل لي خليفة تليفون محمد العيناوي من الزيت. محمد العيناوي باك خليفة. أنا مستمع دائم لبرنامجكم الأكثر من رائع وربي يحفظكم ويديمكم أخوكم بوكايد. جزاك الله خير يا بوكايد مشكور على التواصل. هو اللي يسوي أغاني الأناشيد الوطنية. يعطيك العافية محمد جهد تشكر عليه الصراحة. الكوليكشن اللي مسوينه جدا جميل وروعة شيء يشرف يعني. ومش هذا كلامي أنا كلام حتى اللي برا يعني اللي يسمعون. زين أنا عندي نيسان بترول وأحيانا أثبت سرعة على حد 150 وما يزخني الرادار على هذه السرعة فهذا دليل على أن التواير وعداد السرعة بالنيسان معمول بحيث تعطي انطباع للسائق أنه مسرع أكثر من اللازم حماية له أبو محمد. زين هو يخف السرعة ويزخ الرادار أنت تقول أنا أسرع أزيد السرعة وما يزخني الرادار. خمس دقائق بتنزل الحلقة مال أمس. يعطيك العافية تسلم حبيبي. ذكرني باسمك. صالح منو؟ صالح نعم حسام. صالح حسام تحياتي لك يا صالح حسام. هذا صالح حسام بعد عضو جديد انضم لاستديوهات عجمان وشاب ما شاء الله عليه من الشباب الاشغار النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وسريعين ما شاء الله عليهم. الجيل اللي طالع جيل سريع نحن في عصر السرعة. زين يوجد في شارع عمر بن الخطاب بعجمان مخزن مغلق يوجد بداخله جردان كرمكم الله وتوقع بأنها تزيد عن 100 ولدي تصوير فيديو وهم خارجين من المخزن. أنا على استعداد إرساله لكم وتصويري. هذا خطير هذا خطير. كيف مصور لميو حاسبنهم ها؟ موقف الفيديو وحاسبنهم ولا ايش قال؟ وكيف يطلعون كلهم 100 مرة واحدة ها؟ هذا ظاهر مسوين جروب ولا مسوين جيش ولا ايش السالفة؟ زين يا الاخوان في البلديه اخوي ود لهم الفيديو في البلديه يا تخبرني انا شو بسوي لك يعني. شوف خليفه وصل للبلديه. زين قول له الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الصحه؟ معك ابو يوسف. زين يا ابو يوسف صوت الراديو او المسجل او السماعه كل شيء بس كلمني من التليفون واسمعني من التليفون الله يرحم والديك. طفينا الراديو ومن السماعة. تفضل يا أبو يوسف. أول شيء شغلت ثلاث شغلات بدي أشكر. أنا شغلي ما عندي لا طلب. من وين يا أبو يوسف أول شيء؟ أنا من سوريا ومقيم بعجمان. تفضل يا أبو يوسف. بدي أشكر شركة الكهرباء والعاملين عليها كلها بعجمان من بنات لشباب كلهم بصراحة هذول بدي أشكرهم من قلبي. يستاهلون. الشغلة الثانية صححها الشيشبرك باللبن مش معجنات وفطاير هي طبخة معروفة شيشبرك باللبن وحرز. الشغلة الثالثة وجع الدرس صفوة السيكارة أفضل من كل أي دواء بس تحط شوية على درسك فورا بيوقف الوجع اللي هو الغليون قصدك؟ لا 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 سيجارة أي سيجارة زي السيجارة الغليون اللي في السيجارة ولا شو؟ مش غليون السيجارة اللي بندخنها المالبورو أو أي سيجارة هي. بس بتقيم الصفوة منها وبتحطها على محل الدرس يوقف الوجع. دال شو اللي ياخذه مو فاهم أنا؟ الصفوة اللي هي بدها تخلص من بعد النار بدها تنفض أنت نفض هي اسمها الرماد قصدك؟ الرماد تبع السيجارة بتحطه على الدرس فورا بنجو تاني أحسن من البنج. معقولة؟ جرب انت لا سمح الله ان شاء الله ما يوجعك درسك بس. لا لا يا اخويا لا احتاج لا لصفوه السيجاره ولا غيرها الله يبعدني ان شاء الله. لا لا بالنسبه لصفوه السيجاره هي مليحه لوجع الدرس فقط والله. بس هذول اللي عندنا وشيش برك صححنا مش مضر هذا يوم تبلعه ابو يوسف ولا لا ما بتبلعها لا بتحطها بس حطت على الدرس اذا ما تحطيت ترى بعد في هذا ريجك يعني بتبلعه ترى نفس الشيء. لا ما بتبلع بعد ما تحطها على درسك تمضمض بالمي وكب بالمي يصير يدور له واحد يدوخ شو يسوي بعد خليف يقول لي اذا ما يدخن هو شو يسوي اقول له يدور له واحد يدخن يزخها يدخن هي بس ما بده انه يبلعها بعدين مش دائمي هي بس توقيف عن الوجع على الدكتور ولازم يروح على الدكتور اللي افضل شغله ومنكم نستفيد يا ابو يوسف. تسلم. والششبرك مش معجنات ها مش فطاير ومعجنات الششبرك طبخه عالميه معروفه يعني في بلاد الشام عجين بتنحط في قلب اللحمه بعدين تطبخها باللبن ومحها رز بيتاكل لحاله رز شعري او رز عادي.
طبيعي أكلة فظيعة يعني طيبة. فظيعة حلوة. طيبة. إحنا لأنه شيء فيه يعني نعرف هاي الشغلة. زين يعطيك العافية أبو يوسف. شكراً كثير. شكراً. الله يحفظك يا طويل. الله يسلمك. حياك الله. زين. جرب شو؟ شيش برك؟ من يسوي لك اياها زي هاي الاكلات من ما تتحصل في المطاعم شغل بيوت هاي معظم الاكلات هذه يعني انزين نقول له ولا شو هذا واحد مرسل لي يقول تعلم كسب 3200 دولار شهريا دون ترك وظيفتك هذه رسالة من الرسائل المتداولة على فكرة فالظاهر الاخ مطرشنا على اساس ينبه يعني فاذا الواحد بيكسب 3200 دولار بس على اساس يدخل الموقع وكله يعني كل خرط على قولة خليفة زين سعود أخو داد نبي حل لأزمة الزواج من بنات الإمارات إذا الشخص أقل شيء بيكلفه زواجه 250 ألف بعدين بيقولون بناتنا عن نسل نبي حل يا أبو يوسف والله يا أخوي أنا أقول لك لا تدفع وأنا أقول لك أي عائلة بتصير بتقدم لها بتقدم لبنتهم وبيطلبون منك المبالغ قلهم بوي هاتوا لكم غرش عودة واشتري لكم كراتين مخلل من الجمعية وصبوها هي والهذا داخل حطوها هي والمخلل في الغرشة خلوها عندكم في بنات ستيرات متعلمات حشيمات ما شاء الله بنات ناس بنات عرب بنات كبايل ما يطلبون هالطلبات هذه كلها يقولوا بوي بلا تروم عليه وبلا تقدر عليه ومعروف أصلا في سعر ثابت حاليا اللي هو 150 ألف تقريبا تكلفة العرس بالكامل لكن لا تتبطر لي تركب لي سيارة ب 350 و 400 ألف وتقول لي ما عندي 200 عشان أدفعها حق العرس زين لا تتبطر يعني هذه بعد تحسب يعني عندك بيزات تركب سيارة ما عندك بيزات تتزوج رجاء طرح موضوع المخفي للسيارات المسجلة تحت أسماء الشركات الحرارة ذبحتنا ولكم الشكر أبو أحمد تحياتي لك يا أبو أحمد والله تسمعني أتكلم عن الهوى فإذا في حد من المسؤولين يوضح لنا النقطة هذه زين ليش لا إذا ممكن أعرف ليش ما بدك تطلعني مداخلة عادية وبتهم شو بتهم شريحة واسعة أما ما أدري أنت ليش ما مش راضي تطرح الموضوع ما عندي مشكلة يا أخوي طلعه شوف 11:35 خليفة شو موضوعه هذا زي راعي ويع الضرس الله يعافي ذكرني مقولة قديمة يقولون العرس ويع ضرس زين يا أبو خليفة السلام عليكم أنا أقيم بالشارقة في بيت إيجار 55 باقي قسطين من المبلغ الله يعوض عليك يا أخوي يتفضل ببلاش عيادة الحنين بو 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 حميد بو حميد تواصلوا وياهم الأخوان في عيادة حنين بيشلعوا لك ضرسك ببلاش حتى زين السلام عليكم قول حق الأخ خلي يصير لعيادة الدكتورة ليلى فايق هذا كله عشان خاطرك يا أبو حميد ترى أنا ما أسوي دعاية حق عيادات ولا غيره لكن ها يلا ريال في دبي ترى تسمعني يا أبو حميد إذا تسمعني يا أبو حميد تواصلوا يا الأخوان في عيادتهم عيادة الحنين اللي هو رقمهم 05277 وين صار 0527722214 هاي عيادة حنين وعيادة الدكتورة ليلى فايق 0564411733 السلام عليكم أنا بحاول الاتصال من 4 أيام وما يعلق الخط مروان أفا يا مروان ليش فالك طيب نحن بنتصل فيك بس أنا دائما أقول يا أخواني تبون نتصل فيكم بس اذكروا أننا نبدع الموضوع بس أسماء الكوريين كنا أسئلة لي مين هو زين لي مين هو تاني اعرفه والله ما ادري زين قول له ما شاء الله رسائل تتوالى يعني مو قادر الحق عليها الو مرحبا السلام عليكم ابو يوسف السلام ورحمه الله وبركاته كان حال ايش حالك الحمد لله انا بغيت بس انت راعي رسالة يا اخوي لا ها زين تفضل وين راعي رسالة خليفة اتصل فيه زين تفضل يا اخوي منو معي ياك ابو علي ياك من الشارجة تفضل يا ابو علي طول عمرك بس عشان موضوع الاخ يقول ضرسه هي في دواء طول عمرك ما في فايده الدواء ياخذ كل هذا الورق الشريش يعالجه خمس ورقات اغسله ويعالجه خلينا خمس دقائق في ثمه
وخلاص يعقه ويخوز كل شيء، التهاب والويع كل شيء خوزه. ما بيجلعه؟ لا لا، مرة هذا الدواء هذا الشريش، ورق الشريش. ورق الشريش. ايه زين يعالجه. يخلي مرة. صوت الراديو بس ابو علي. اقول لك ورق الشريش هذا زين، يخليه 5 دقائق في ثمه يعالجه نفس البان، يمين يسار يعالجه يخليه، عقب يعقه. ما شاء الله. مرة والله ندوها مرة، انا مجرب انه. كم عمرك انت ابو علي؟ انا 35. ما كنت صرت عيادة اسنان ما شاء الله عليك؟ لا والله صرت انا من العام ست ما خليت مكان والله، ويا ما رقدت رقاد ما اقول لك، وايه مرة طرف مرة تقوم عطاي بوكس. نعم صرت عيادة زريخة في الشارجة. والله بعد نفس الموضوع الرياضي، والله انت رياض دكتور ولي انا ايه ما ادري شو شو. ما اشوف الدرب مرة، عيني وغزي مرة عطرف مرة مرة مبند مرة من ويع. زين ماشي خلاص. ريال كلمني قال جرب، والله العظيم مرة كان اخذ لي هذا 5 ورقات هذيل كان اعالجهن مرة، وخمس دقائق وكان اعقهن، والحمد لله بخير. سال عقب نص ساعة كان يندحق مرة من اللثة، اندحق روح الدم طلع. زين انت من وين عتك عليه هذا؟ واحد من ربع لي. اي زين جزاك الله خير. سمعت المثل اللي يقول بط صبعك لمن يعث لك دواء؟ اقول لك هذا ما يضر ولا شيء، الشريش روح الدواء انتم تعرفونه. صح صح معروف يا اخوي. شريش ما عليك من كلام الناس، هذا هو الدواء وعشاب ترى. عاد الحين ابو حميد وين خليه يدور شريش؟ عاد هو في دبي في الزحمه. والله يا طول عمرك الشريش كل مكان في الدرب، حتى لو اي مكان في الدرب. زين مزروع اي مكان في الدرب ما يحتاج. جزاك الله خير يا ابو علي. غاسل مرة يعالجه 5 دقائق خلاص. من عقبه ما صرت لا طبيب أسنان ولا غيره؟ لا الحمد لله مرة من عقبه والله الحمد لله بخير سهال الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله يعافيك إن شاء الله. جزاك الله خير يا ولي. أنا شخصيا بجرب الصراحة. لا والله إني أجرب، والله إني الدواء والله يخوز التهاب ويخوز الوية مرة كامل. زين زين جزاك الله خير. الحمد لله أنا من جربته ما صرت حتى من مستشفى، وضرس كله مرة مسوسة لا بشر مرة ولا والله صرت مستشفى عشان عبرس. سبحان الله. والله هو شوف انا بقول لك يعني الاولين اكيد كانوا يستخدمون شيء، ما في ادويه ولا بنج ولا دكاتره ولا غيره، اكيد كانوا يستخدمون شيء يحلون المشاكل هذه، فيمكن تكون هاي من احد الحلول يعني او العلاجات اللي كانت مستخدمه. يخلي يجرب وان شاء الله. ويدعي لك ان شاء الله. امين. الله يحفظك يا ابو علي. جزاك الله خير. الله يحفظك. حياك يا طويل العمر. زين المثل كان يقول ربط صبعك كل من يعت لك دواء، الحين انا اقول قول ضرسك يعورك كل حد بينعت لك دواء. وعلى فكرة مش استهزأ ولا شيء لا قدر الله حشا، لكن في كثير من الأدوية اليوم موجودة عندنا ما حد اكتشفها، والأولين كانوا يستخدمون وهي علاجات يعني. فحد يقول رماد، حد يقول شريش، حد بيقول لك أنا قلت لبنج، حد كل حد بيقول لك شيء. زي رحت لعيادة زي وين صار هذا يقول والله يبي يوسف العتب على المستفيدين من التأمين الصحي مش على العيادات والصيدليات، المفروض يعطيه الوصفة ويشوف كم السعر وبعدها يعطيه البطاقة بطاقة التأمين. بعد منطق. زين رحت العيادة قلت شو قالوا لي عصب الضرس واحد بقيمته 1900 درهم وخلصوا لي التأمين وما أقدر أتعالج حاليا بتأمين صحي إلا بعد التجديد. والله شو بقول لك، انا نفس المشكله، قالوا لي والله عندك مشكله في العصب، قلت لهم جاي شلوا الضرس وفكوني، قالوا لا بنعالج لك العصب، نحن ما نشل الضرس، غلط نشل الضرس. قلت لهم زين، ودفعت ما 3000 يمكن 3500 عشان يشيلوا لي العصب، وعقب ما هذا كله رد الويع مره ثانيه، كان يقول لي لا خلاص بنشل الضرس. قلت لهم عيحك شو كنتوا ماخذين الفلوس هاي؟ لو ريحتوني من البدايه ماخذين 100 درهم ولا 50 درهم وشال لي الضرس مفاكيني وبحسن. قال والله هذا اللي صار. فحتى اليوم العيادات استوت والدكاترة استوت شغلتهم شغلة تجارة. في عيادة في الجرس بجانب مرور عجمان الدكتور محمد زاهر، دكتور جدا شاطر ويده خفيفة واسعاره رخيصة ويسوي أشعة للضرس مجانا. زين ها قول لي. والله سويت لنا سالفة يا ابو حميد. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا مرحبا دكتور، منو معي؟ يا دكتور خالد النمر. وياك دكتور خالد النمر. نعم يا دكتور. ونعم فيك. تفضل يا دكتور.
لا من فضلك. لا بس حبيت أوضح بعض الأمور، يعني طبيب أسنان أنا وياك. زين، يا مرحبا بك دكتور. يا حيك. في بعض الـ يعني المستمعين يطرشون بعض الأشياء أو يبنون بعض الإشاعات، يعني هاي طبعا كلها مو صحيحة. يعني دكتور الحين شو سالفة الشريش؟ أنت مواطن وابن البلد. هاي أول مرة. زين. هاي أول مرة. أول مرة. ناس يجلعونها ويفرونها ولا يعني أول مرة أسمع عن الشريش علاج حل الأسنان يعني. والله ما هذا شوف عدم نحن ما أخذناها من لا طبيب ولا خبير، أخذناها من مجرب. ترى مو بزين، ترى كل واحد يطلع اللي هو يطلع إشاعات مو بزين، بعد لازم واحد يطلع ويوضح. لا بس شوف دكتور معه هو ما وصف دواء معين، يعني هاي شريش حتى لو تمضغ عادي يعني في النهاية. بعدين شريش على فكرة معروف أن الدواء، يعني أنا يوم كنت صغير ما بجرب يعني. لا أنت لا تجرب. شو بقول لك، أنا يوم كنت صغير كنت تعرضت للحصبة تقريبا اللي تصاب الكل. نعم. فاتذكر الوالدة شو سوت، يابت شريش، عندنا شريش عودة للحين تامة هالشريش سبحان الله، ما أدري كم عمرها. المهم يابت الورق وثورته في الجدر مزين بماي حار وسبحتنا بهذا وراح سبحان الله. فالشريش معروفة، الشريش معروفة يعني شجرة مباركة يعني فيها الخير يعني، لكن ما تعرف سبحان الله. فلو في شيء ضرر ولا كذا نحن ما راح نتكلم فيه دكتور. بس رباد الجقائر دكتور أكيد أنت في عندك شامين يونك وهذا وأكيد علاج مستخدم عندهم، فما مدى صحة هالكلام دكتور؟ نحن طال عمرك يعني أي واحد يجينا بعلاج شعبي أو هذا نقول له لا، يعني ما ندخل في هالمواضيع. حلو. نحن عندنا علاجات معينة ودواء معين. نعم. يعني ما نبتعد عنه. نعم. مثل أدوات يعني علاجات معروفة يعني. الأدوية مبتداء من بنادول إلى المضاد إلى البروفين إلى المسكنات الثانية ومضمضات معينة. وفي بعض الكريمات يعني معروفة، العلاجات معروفة يعني ما بنطلع ما نحتاج أصلاً شيء غير عن هذيل. زين دكتور، هذا واحد مطرشني بخصوص ألم الأسنان، تمضمض ماي دافي وملح في كوب كل 3 أو 4 ساعات راح يخف الألم بحارب، شو رأيك في الكلام دكتور؟ شوف حسب الحالة، الحالة هي شو الألم، من شو، هل هو ألم عصب لازم مسح عصب. أيوة. هل هو ضرس مثلا يباله جلع، يجلع الضرس عقب ممكن يتمضمض ما يخالف. يعني مو كل شيء ينفحك كل شيء دكتور صحتي؟ لا أنا بقول لك شيء، الأدوية هي بخصوص الأسنان، الأدوية تعتبر علاج مؤقت زين، لأن مهما أي دواء يأخذه ألم العصب راح يتم إلا لو جلع العصب، إذا ما جلع العصب الألم راح يتم يعني. لو شو تأخذ من لو تمضغ شيارة شريش كاملة ما راح يروح الألم يعني. دكتور هذا واحد يقول لي صفوة القهوة وصفوة الدخان اللي هو يقصد رماد الدخان لعوار الضروس أو يمكسونها يخلطونها يعني مع القهوة حق الحموضة، يشوف والله الجنسية كذا يسوونها يعني. أنتوا ما شاء الله برنامجكم أظني فيه مستمعين من كل مكان. أنا ما أدري الحين إيش السالفة، في الموضوع تحول حلقة أسنان اليوم. كلام مغلوط بالنسبة للرماد أو القطنة للضرس، هات أكيد لكلامك دكتور. زي دكتور شو تنصح أخونا بو حميد كإجراء سريع دكتور؟ بو حميد لابد أن يزور الأسنان، يكشف عليه، يأخذ استشارة، يسوي أشعة، عرفت علي؟ لازم يكشف عليه يعني. أما كل واحد بيطلع الهواء أو بيطلع مثلا في الانستغرام أو هذا بيقول مثلا ضرسي يعورني، هذا اللي حاصل دكتور. لازم الدكتور يشخص الحالة يعني، مثلا أنا في الانستغرام يكلموني ناس على الخاص دكتور فيني كذا كذا كذا، يعني أنا ما أردهم أحاول نساعدهم، بس لابد أن أكشف عليهم، لابد أن أفحص أشوف أي ممكن هو يحس من مكان معين، لكن هو الألم أو مصدر الألم مثلا من جهة المقابلة أو جهة اللي فوق يعني. جهة يعني يعني هو يحس الألم من مكان واحد، لكنه العصب ترى تعرف أنت عصب، في عصب فرعي وعصب رئيسي. نعم. فلا بد أن الدكتور يكشف عليه. أنا عندي اقتراح حاب أن أطرحه من زمان على ذاعتكم يعني. جامعة دكتور. عجمان ما شاء الله يعني يقدمون العلاج مجاني. جامعة عجمان. هي جامعة عجمان مجاني من كم سنة. نعم. اللي حاب يعني اللي ما عنده المقدرة وما عنده الاستطاعة إنه يدفع يغطي التكاليف، جامعة عمان ما شاء الله عليهم مجانا يعني. جزاك الله خير. هي والله. دكتور كم عمرك ما شاء الله؟ 23 طال عمرك. ما شاء الله عليك. لا عفوا 29، اسمح لي أنا شوية أول مرة أطلع الهواء وشوي متخادي يعني. زي وش بعده يعني اختصرت 6 سنوات يعني؟ لا اسمح لي أنا. مسموع بالحل دكتور. 29 عمري نعم. من متى ما شاء الله، متى متخرج دكتور؟ 2014 من جامعة عمان. يعني قبل كم سنة يعني 4 سنوات تقريبا.
تقريبا أربع سنوات يعني 25 سنة عمرك يوم كنت يوم استويت دكتور. أيوة بالضبط. الله يبارك فيك يا دكتور ويحفظك إن شاء الله ويتشرف فيك والله يبارك في أهلك إن شاء الله على الإذاعة أول مرة يعني ويهني يوم فيك لا إن شاء الله مو بآخر مرة إن شاء الله. الله يبارك فيك إذا أبو حميد مو مشكلة حولي عندي العيادة عيادة المزون الأسنان في الشارجة وفارة طيب يعني. جزاك الله خير. إي والله عيادة المزون المزون للأسنان في الشارجة. هي نعم. تستاهل يا دكتور. كم رقم تليفونكم دكتور؟ 055 121 0 121 121. عيادة المزون في الشارجة دكتور. سؤال بس أبغي جواب في ثواني. آمرني. كيف أنا كمريض أعرف أن هذا الدكتور طبيب الأسنان خلينا نقول مدام أنه تخصصك أعرف أن هذا فعلا طبيب شاطر ومتمكن وبيعالج لي ضرسي أو قاعد يستغلني ويلعب علي وبيأخذ عني فلوس وآخر شيء بطلع بدون نتيجة؟ والله تبقى الصراحة هذا ما تضمنه يعني هذا الشيء ما تضمنه يعتمد على ضمير الدكتور نفسه يعني. أيوة كل دكتور وضميره يعني. جزاك الله خير. تنصح بسمايل هوليوود دكتور؟ أنت لا لان انت اسنانك ما شاء الله ابتسامتك حلوه اسنانك تبين زين. لا لا ما يخصه يا اخي مش انا بصفه عامه يعني الله يجزاك الخير. صدقت عمري انا دكتور الحين يعني شوف حسب الحالات في حالات معينه يعني انصح فيها في حالات لا اذا اسنانك الاماميه ما فيهم اي شيء ما فيهم اي حشوات ما فيهم اي تسوسات لا تسوي سوي تبييض يكفي. اما اذا في حشوات وتكسير وتركيب وهذا بالعكس الفينير وايد يساعد. على فكره دكتور هذا جواب سؤالي. شفت السؤال اللي سألتك إياه قلت لك كيف تعرف الدكتور متمكن ومادي ولا مش مادي ولا دكتور صحيح ولا لا هذا هو جواب سؤالي إن الدكتور الصحيح ينصح نصيحة صح يقول لك أنت محتاج وأنت مش محتاج أنت تسوي وأنت ما تسوي. أما الدكتور الطماع للكل لا بيطلعك حلوة وبيطلعك جميلة وسوي وحتى لازم تسوي ولازم كذا هذا الدكتور شفت كيف نعم. شفت كيف وصلنا. جزاك الله خير يا دكتور خالد الله يوفقك ان شاء الله ويهني اهلك فيك ومن الكوادر الوطنيه اللي نفتخر فيها الصراحه. الله يحفظك يا دكتور. الله يحفظك يا طويل العمر. ناخذ هذا الفاصل نجدد لكم تحيه اعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي الرابع الناس من اذاعه التلفزيون الامارات العربيه المتحده من عجمان على الموج 107.8 ورحب بمكالماتكم على 600551610 ورسائلكم نصي القصير للسمس نستقبل على 7009 للشبكتين صلات ودو 7009 للشبكتين صلات ودو. نقول ألو. زين بيوسف إذا كانت الوطنية بالأعلام والأغاني كانوا أصحاب التسجيلات والمكاتب القرطاسية وطنيين أكثر عنا لأن عندهم أعلام وصور والتسجيلات عندهم أغاني وطنية. فهمت أختك الشامسي. والله فهمت يا أختي فهمتها. بس في ناس هذا فهمهم للوطنية انه يحطي علم ويحطي صور ويشغل اغاني. الله يهديهم ان شاء الله. اذا فالك طيب يا ابو يوسف الشيش برك عندي انا بكلم الوالدة تطبخ لك اياه. جزاك الله خير يا اخوي خل تطبخها وعليكم بالعافية من صوبي انا. السلام عليكم. صدقة رماد الجقارة يخوز ويع الضرس انا يربته من ناس اتراك ابو محمد دبي. والله أنا ما أتحمل مسؤولية الكلام ولا أقول حق حد جرب. هذا الدكتور جزاه الله خير طلع دكتور خالد زرعوني وخالد النمر ووضح الموضوع هذا. فاللي يحب يتواصل وياه كذلك في عيادة اللي هو عيادة المزون في الشارجة ورقم تليفونهم 055-121-0124 أربعة لا هي. صفر خمسة خمسة واحد اثنين واحد صفر واحد اثنين واحد ايه رقم حلو بعد. زين عندي قصيدة لكمار راعي الكرك بس اتمنى تقراها عندك. زين 12-14 ما شاء الله يا الوقت كيف يركض. زين هاي الحين عاد كل حد يطرش لي اعلانات الدعاية هذا مال عيادات ورق شريش جديدة هاي طرشة عندي نجلة عيادة المزون للأسنان الشارجية. زين السلام عليكم. للعلم لبن الشخر دواء الضرس ثواني بس يحط نقطة من البن. شو ها لبن ولا بن ولا ما أدري مش واضح والله. زين السلام عليكم. للعلم لبن شو هذا خليفة 11.55 قرأ لي
يا أختي اللي رقمك 4-3-3-2-3-3، قلنا هذا الموضوع مش عندنا، الحل مش عندنا. زين، السلام عليكم. التسجيل مستمر بمعسكر راشد الصيفي من تاريخ 15/7 إلى 10/8، نادي الهوايات عند أخونا طبعا عارف العبار أبو محمد جزاه الله خير. وهذا رقم التواصل 0509976269، 0509976269، نادي الهوايات. عندهم ما شاء الله ركوب خيل، عندهم تحفيظ قرآن، عندهم جلسات، عندهم ألعاب، عندهم أشياء ترفيهية. فأتمنى الكل يأخذ عياله هناك ويستفيدون في فترة الصيف. وجزاه الله خير، هذه بادرة من أخونا عارف العبار أبو محمد، بادرة طيبة منه يعني. السلام عليكم، من يوم الخميس أتصل وما حد يرد، فأرجو الاتصال. خليفة اتصل على اتصل بي، أبي أطلع الهواء. أتمنى التواصل مع الأخ عاصم اتصالات، ويا ريت أعرف مكانه في أي فرع لأن موضوعي بسيط وفي سوء فهم. إن شاء الله بخلي عاصم يتواصل وياك يا أبو سعيد، فالك طيب. إنزين، شي يقول جاني كمار وطلب مني قصيدة، قلت أبشر يا يا أبو الدهن وتم كيساه وجهك شنب، وإن شافوا قالوا زريبة، وإنت تهز راسك وتقول هم شو، مش واضح يا أخي. لا لا ما يستوي يا أخي، فيها كلام شوي يعني، مش كلهم كذا بعد. أبوي الهنود وصلوا القمر، ونحن بعدنا ياسين اللهم هنود وهنود. السلام عليكم، شو اسم القصيدة اللي غناها اللي فيها نكسر ضرس ونهزم فرس ولك الشكر؟ إبراهيم زيد، تحياتي لك يا إبراهيم. إبراهيم القصيدة طبعا اسمها أنت وين، غناها طبعا عيض المنهالي، ومن كلمات الشاعر الكبير جمع الغويس، الشاعر جمع الغويس. حسبي الله ونعم الوكيل في كذا، يقطع الكهرباء على أهالي ودرجة الحرارة 50. شو سالفة قطع الكهرباء؟ ما أدري والله. زين، أحلى برنامج وما يلمل منكم أخوكم حسين شهاب. من طيب أصلك يا حسين، وأحلى مستمعين بعد لا تنسى. معاك أبو رياض الجزائري، أنا مسافر موناكو عطلة، تبي مني شيء؟ سلامتك، تروح ترجع لنا بالسلام يا أخ يا أبو رياض، وإجازة ممتعة إن شاء الله. بس خبرنا شو الجو في الجزائر أخوي برياض. زي عندي مشكلة في شركة اتصالات من 25 جي بي، أنا قدمت شكوى في اتصالات أول الشهر وللحين ما في رد، وهاي رقم الشكوى. إن شاء الله فالك طيب يا أخي، بخبر عاصم وخليه يتواصل وياك. زين، أذن أبو رياض مسافر يا طويل العمر، وين بيسافر برياض؟ لا قال لي الجزائر، ولا الجزائري عفوا، بيسافر موناكو. هي نعم، يقول لك خليفة يا أبو رياض، قول حق، قول حق منو؟ مبابي، قول حق مبابي ما ينتقل إلى رويال مدريد، صح؟ هذه الأعداء أولنا، ما أدري هذا هم يقولون، أنا ما أعرف. زين، حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة عجمان وما جاورها. نوجد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين الرابع الناس من إذاعة والتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 7.8، ونرحب بمكالماتكم على 600551610، ورسائلكم نصي القصير للسمس نستقبل على 709 للشبكتين صلات ودو، 709 للشبكتين صلات ودو. زي بالنسبة اللي يسألون عن المخالفات والتلوين وغيره، هذا يقول لك الزفين أي شرطي له الحق في تحرير المخالفات في أي إمارة، استحداث 5 مخالفات للشاحنات وتعميم نظام النقاط البيضاء اتحاديا قريبا، ويمنع تلوين الزجاج الأمامي للسيارة، ولن يتم التهاون مع أي سائق يلون الزجاج أكثر من النسبة المقررة، وتوقع خفض مؤشرات الوفيات المرورية بعد تجديد المخالفات في غضون فترة تراوح بين عام وعامين. هذا كله مذكور طبعا، كثير من التفاصيل مذكورة من رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي اللواء محمد سيف الزفين في جريدة الإمارات اليوم بتحصلونها. فممكن الإخوان اللي يستفسرون ويسألون عن المخالفات ممكن يرجعون للجريدة، جريدة الإمارات اليوم في تفصيل يعني. نزيل نقول ألو، شو عندك؟ الو، السلام عليكم ابو يوسف. السلام ورحمه الله وبركاته، كيف اخبارك؟ يا مرحبا يا اخي، تفضل. الحمد لله، معك ابو كريم. تفضل يا ابو كريم. الله يعطيك العافيه، من السودان. يا مرحبا يا ابو كريم، تفضل.
والله ماسك التلفون في ايدي وزفوع ما قادر يتصل، لكن اليوم قويت قلبي يتصل. ايه ان شاء الله قلبك دائما قوي. الله يخليك حبيبي. تفضل يا ابو كريم. والله عندي امنيه ان شاء الله انت والمستمعين ان شاء الله تسمعوها وتساعدوني فيها ان شاء الله. كلنا عندنا امان. يقول الحمد لله. والله امنيتي اجيب لي طفل يا ابو يوسف. والعمر يمشي الحين، صرت عمري 44 سنة. زين. والحمد لله يا هو الراتب بيجي بيجاي بنودي بيجاي الحمد لله. قلت اتصل كل ما اقول اتصل اختشي والله. الحين بس قلت توكلت على الله والخط خش معي الحمد لله. زين فحصت انت سويت شو شو المشكلة؟ ايه فحصت الحمد لله فحصت، عايز اعمل طفلي هنابيب. زين شو المشكلة اللي عندكم؟ والله المشكلة في الطبيب بتاعت الحرمة، وأنا برضو عندي مشكلة. إيه وقالوا ما في علاج. لا إلا طبيب يطلع الطبيب يعمل الطبيب الصناعي اللي هي العملية اللي هي اللي بتتعمل دي. والله ما أدري. في الشارجة. كم تكلف؟ 30,000. 30,000 في الشارجة. إيه دوار التعاون. كم سنة صار لك متزوج الحين كريم أبو كريم؟ والله يا حبيبي متزوج 10 سنة. 10 سنوات. اي والله. ها رحت الجمعيات الخيرية ابو كريم؟ والله ما رحت. والله يا ابو كريم الراتب بيجي يوم 30 بيجي بنمشي ندفع قدر نقدر ندفعه ونقول المرة الجاية. الحمد لله وصلنا لحد انه لازم تتعمل عملية بتاعت اللي هي الصناعي ده، وأملي في ربنا وفيكم وفي على خير إن شاء الله. والله مكالمتك على الهواء إن شاء الله، الله يسخر لك حد يساعدك ويحقق لك هذه الأمنية إن شاء الله يا رب. أدعو لي يا أبو يوسف. والله دعاوينا لك القلبية لكل إنسان إن شاء الله الله يرزقه. والله والدي اتصل علي من السودان يقولوا لي لازم تتزوج. أيوة وأنا أحب مراتي ما بدي أتزوج، والله مراتي ما مقصرة معي في كل شيء سبحان الله. لما عزفوني في الاتصال حكيت لهم قلت لهم المشكلة أنا ما في المدام. اها يعني حطيت اللوم عليك. ايه خليت اللوم علي والله. والحين المشكله في المدام. ها الحين المشكله في المدام. اذا فرض الحين يسمعونك في السودان شو بتسوي؟ والله حبابا عشرة. انا ما ادري، حاسس ان في حد في وحده بتساعدك. يا رب في حرمه بتساعدك يعني. يا رب والله. شوف انا اقول الخيره فيما اختاره الله، هذا اول شيء. ثاني شيء انا بنصحك نصيحه ابو كريم. نعم. ادخل على اليوتيوب. نعم. تسمعني زين، وهي نصيحه لك ولكل واحد يسمعني من اللي توقف عند الانجاب او لم ينجب. اسمعني زين، ادخل اليوتيوب. نعم. واطلب المغامسي واكتب دعاء الانجاب او شيء. نعم. من هذا القبيل. نعم. الله يجزاه الخير عنا وعن امه محمد. الشيخ المغامسي عنده وصفه جربها على نفسه وعطاها كل حد، وللحين يمكن عنده تقريبا إذا ما كنت غلطان في حدود 40 حالة. ما شاء الله. وما في لهم علاج، يعني ما خلوا مكان، ما ساروا إلا حاولوا أنهم ينجبون، لكن بفضل هذا الدعاء إنزين قدروا أنهم ينجبون وتحققت أحلامهم. فأنا أتمنى منك أنك تقرأ هذا الدعاء وتدخل تشوف الفيديو هذا إن شاء الله. يا رب والله أنا بعد مرات بكون قاعد بيني وبين نفسي بسمع مشاكل الناس هنا عبره في المذاعة، بقول احتمال ربنا راضيان عني، ومرة أقول احتمال ربنا غضبان علي. شوف الخيرة فيما اختاره الله، هذا دائما وأبدا ما في نقاش. يعني إذا الله سبحانه وتعالى ما أعطانا شيء فهو مش للشر، للخير. نعم. هذا ما في نقاش والله. يا أبو كريم في حالات زواج. نعم. زين يمكن الناس اللي يسمعوني أعرف أتكلم عن شو. في حالات زواج دامت 15 سنة، في 7 و8 و10 و15، وفي ظني حال إذا ما كنت غلطان 18 سنة ما في إنجابة، والريال والحرمة عايشين سمن على عسل. سبحان الله سعوا بأي طريقة لهم ينجبون، بعد الإنجاب صار في طلاق وانفصال.
الله. والله العظيم احلف بالعظيم في حالات كذا. فدائما نحن نقول الخيرة فيما اختار الله، ولكن مدام العلاج موجود بعد الانسان ما يستسلم، يجتهد. اي والله صح ولا لا؟ والله بعد مرات بكون قاعد بيني وبين نفسي الشيطان يوسوس لي، مره يقول لي روح اتزوج، ها غضبان علي عملت شيء او روح اتزوج. لا شوف والدينك يا اخي، بعض الوالدين كمان بدعوا علي. شوف الابتلاءات اللي نمر فيها نحن، ترى هي اي شيء نمر فيه في حياتنا هو له تفسير واحد من اثنين، انا بالنسبه لي ما فسره شيء ثالث، هو يا اما بلاء يا اما ابتلاء. يا اما بلاء يا اما ابتلاء، شو الفرق بينهم؟ البلاء الله سبحانه وتعالى يعني ابتلاء، هو الله سبحانه وتعالى يبتليك فيه على اساس يختبرك، يختبر صبرك. اما البلاء نتيجه فعل معصيه، ذنب، حق، شيء انت قمت فيه. ففي كلا الحالتين خير، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصبر. الحمد لله. أه؟ انا مع نفسي نظيف واصغر من انه انا الحمد لله ما عملت حاجه غلط، لكن الشيطان يوسوس لي احتمال ان اكون عملت حاجه غلط، الله يعلم. خذ نصيحه اخوك زين، وادخل اليوتيوب واسمع الشيخ المغامسي لين ما الله سبحانه وتعالى يسخر لك حد ان شاء الله. ونرجع نقول الواحد يرضى بالله، الله كاتب لي. انا ما في والله، اعرف حالات، قسما بالله اعرف حالات ما فيهم شيء، وشباب صغار، شباب صغار، انا اتكلم في العشرين، في العشرين ساروا فحصوا، تاخر عندهم. تعرف نحن كمجتمع شرقي شويه الموضوع الانجاب هذا وايد مهم، يعني خلال سنه لازم الحرمه تحمل، سنتين بالكثير لازم تحمل، اذا ما حملت تبدا عاده. مع الاسف يعني هذا يعتبرنا مجتمع جاهل مع الاسف. فالمهم يعني يعني شوف والله مشكله، نحن في مشكله صدق. اذا الحرمه ما حملت وما يابوا عيال مشكله، اذا حملت ويابت بنات بعدهم مشكله، واذا حملت يابت اولاد بعدهم احملي عشان تيبين بنت مشكله. يا اخي الانسان هذا مش راضي ابدا. فالمهم هذه يعني الواحد مصداقيته لكلامك، الواحد ما قادر ينزل على الاجازه عشان كلام الناس. لا اله الا الله، الله يعينك. ليش ما خلفت وليش ما تزوجت وليش 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 يا اخي، اتركوا الناس في حالهم والله. منك ربنا كبير، ان شاء الله ربنا يرزقك. لا يعني يون يتكلمون يا كانه يعني 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 بدال ما يفهمون اني انا مثلا مفروض ما اتكلم في الموضوع. انا الصراحه يغلطوك هاي كلام يعني 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 يحسسونك انهم مهتمين فيك انت وفي انجابك اكثر منك انت وزوجتك. سبحان الله يا اخي، ما في داعي تسال اصلا انت، يعني هذيل اذا يبون يبون عيال تراهم يا ابو، يا اخي انت مالك خص. الله يحرجوك يحرجوك، لو ما تكلموا بالنظرات يحرجوك. هذا بالذوق، من قله الذوق شو بتقول؟ الحمد لله الحمد لله، الله المستعان. الله يعينك يا ابو، الحمد لله الحمد لله، الله يعطيك العافيه. الله يعينك، الله يعينك يا ابو، ادعوا لنا بس، ادعوا لنا معهم كلهم والله. الله يرزقك ان شاء الله بالذريه الصالحه، والله يرزقك ان شاء الله باللي فيه الخير، نحن نقول سواء بذريه ولا بدون ذريه، ما تعرف يا اخي. امين يا الله. دائما نرجع نقول يا اخي ابو كريم، شوف شوف انا بقول لك اسمي ابو كريم، وانا يتمنى انه ربنا يعطينا الذريه عشان اقول اخواني الكريم. سبحان الله سبحان الله، وربك كريم يا اخي ان شاء الله. اكيد اكيد اكيد، ان شاء الله ان شاء الله، الله يرزقك ان شاء الله، ربنا يجعل الخير في كل من يستمع كلامتنا ان شاء الله، ربنا يحن على وقلبنا يساعدنا. الله يرزقك من يوسع ابواب يا ابو كريم. الله يبارك، الله يحفظك، حياك يا ابو كريم، حياك. مسكين، سبحان الله، الله المستعان. زين قل لي ابو أمرين، بنوصلك بالريال أو بنعطي الرقم، نشوف الله كريم إن شاء الله. زين نقول ألو. ألو وين ماشي؟ طالبين تحديث البيانات، البيانات وبدون أي تنبيه يقطعون الكهرباء على الناس، وإذا حبيت أي تفاصيل يرجى الاتصال لأني حاولت أتصل فيكم. والله يا أخوي هذه جهة حكومية، نحن طبعا ضد قطع الكهرباء بالذات في الوقت هذا، لكن يوم بيتواصلون ياك مرة ومرتين وثلاث واربع وعشر ويقولوا لك تعال جدد بياناتك وانت ما تسمع، شو بيسوون في النهاية؟ يعني حتى لو نحن تواصلنا وياهم او حاججناهم بيقولون يا اخي ليش ما يجدد؟ هو عارف ان عدم تجديد عدم تحديث البيانات فيها قطع للكهرباء. اذا الخطأ من منو؟ من الجهة ولا منك انت يا اخي الفاضل؟ انت جاوبني. لكن موضوع الأخ اللي تكلم من الساعة اللي هو أخونا منو كان
ما أدري والله. المهم اللي قطعوا عن الكهرباء هذاك موضوع يختلف، هذاك ريال ملتزم بالدفع، ملتزم بال عنده فواتير شهرية ملتزم فيها، وغيروا القانون قانون القطع وما خبروه حتى. هذاك موضوع يختلف عن موضوعك أنت، أنت عندهم حجة عليك أنك أنت ما تحدثت البيانات. طيب يقولك أنا شدراني من ساكن في البيت هذا وغيره من التفاصيل، هاي قوانين بعد يا أخي. إنزين يا ريت رد لي خبر بخصوص عملية، شو عملية والدتي المريضة، أنا تكلمت معاكم على الهو البارحة وانتظار أهل الرحمة والخير، علما أن هي في حالة صعبة ولا تنام من شدة الألم. محمد والله ما في شيء أخوي محمد، هذا اللي أقدر أقول لك إياه. زين كلفة العملية 46,000 درهم في مستشفى الكندي بدبي للعصب والمفصل الوركي. محمد جميع التقارير موجود. هذا أخونا محمد طبعا تواصل ويانا البارحة بخصوص عملية والدته، استوت عنده مضاعفات وغيره، طبعا مسوي العملية في سوريا ويته هنا وعنده فيزا زيارة، وتعرفون أنتم الجمعيات الخيرية ما تساعد بالنسبة للي عندهم فيزا زيارة، رغم ذلك أظني كانوا مساعدين بمبلغ معين حق العلاج، لكن الحين محتاجة عملية ب 46,000 درهم. فإذا حد من أهل الخير أو حد بيساعد جزاكم الله خير ويخفف الآلام عن هذه الامرأة أو الوالدة اللي عمرها 60 سنة تقريبا، 60 سنة تعاني من آلام المفاصل ومحتاجة عملية. زين خليفة أعطني مكالمة نقول له. أبو يوسف يا مرحبا، كيف الحال؟ الله يبارك فيك أبو علي، أنا وياك من الشاهد مساء كلمتك. تفضل يا أبو علي. يا حبيب راعي الشريس، عشان موضوع الرجال اللي يقول، عشان يقول الطفل عنابيب سوى وهذا. نعم أنا جربت، أنا معرف من 4 سنين طول عمرك، وما يعني شيء طول عمرك، ما سويت طفل أنابيب ما نجح في الشارجة. الله يرزق. وسويت مستشفى الأتوام ما بعد ما نصيبها كلها، وبعدين سافرت بعد الهند وربك كريم بعد ما الله سخرنا شيء، وبعدين طول عمرك فيها هذا الدعاء اللي تقول عنه أنت. والحمد لله زين استمرت عليه، والحمد لله الحين الحمد لله الله يرزقني. سبحان الله. نعم كان الرجال عندك خليه يتواصل يا يعطى الرقم، وعندي الدعاء انا بطرش له اياه في التليفون عندي. قلت لي اسمك يا اخوي ابو علي. ابو علي. نعم ابو علي. ابو علي يعني انت حين تجربه حيه. انا الحمد لله أنا انك انت سويت 3 مرات اطفال الانابيب، حاولت في الشارجو في دبي وخارج الدوله. نعم. وما نفع وياك العلاج، وسمعت دعاء الشيخ المغامسي جزاه الله خير اللي وصى فيه كل واحد ما ينجب. نعم. وطريقة الدعاء طبعا أظني 40 مرة في السجود صح؟ لا هذا في دعاء ما هو يا ذا الجلال والإكرام أكرمني. يا ذا الجلال والإكرام أكرمني. تقول أكثر عن 1,000 مرة في يوم. هي. مدة شهر وتجرب. سبحان الله. ويجرب ما بالله هو حرمته يستمر عليه، سنيناته مستمرون عليه. وسبحان الله. انزين يومي اكثر عن 1,000. انزين يا ذا جلال الاكرام اكرمني. انزين وربك كريم الله قادر على كل شيء ترى. وسبحان الله. والحين عندك ولد انت؟ لا الحمد لله الحرمة حامل الحمد لله. سبحان. متى جربت ابو علي؟ انا من الساعة الحين تقريبا. بند لي الراديو بس كلمني من التليفون. زين الحين من 5 شهور طول عمرك. من 5 شهور جربتها. نعم. والحرمة ما شاء الله حامل متى؟ الحين شهر الرابع. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يتمم لها بخير. انا السنة سويت طفل عنابيب كم مرة ما نجح عندي، مستشفى الاتوام ومستشفى نيفة عيادة في الشارجة، خسرت عليهم فوق 70,000 ما في فائدة. وسافرت شهر 4 اللي طاف هذا الهند، وربك كريم ما في اللي كاتب لنا كل شيء رب العالمين هو على قادر على كل شيء. والله اثلت صدري بهالمكالمة يا ابو علي، جزاك الله خير وفي ميزان حسناتك. يا اللي استمر على هذا الدعاء يا ذا جلال الاكرام اكرمني مدة شهر بس، يوم هو وزوجتي يوم كامل 1,000 مرة يقولونها يكررون عليها. جزاك الله خير. هي نعم فالك طيب ورب كريم ان شاء الله، الله قادر على كل شيء ترى.
آمين يا رب. ما عليكم من الدكاترة وهذا، أنا الحمد لله صحة. لا هو الواحد ما يترك الأسباب بعد أبو علي، لكن أنت أخذت بالأسباب وحاولت وما خليت مكانه، مثل ما قال الشيخ المغامسي دائما يقول مسكين، يقول كذا واحد يوني ما خلوا مكان، ما خلوا شيء ما سووه، لكن سبحان الله بالدعاء هذا الله رزقهم. فأنت الحين مثال حي ودليل حي الحمد لله رب العالمين على الكلام اللي قاله الشيخ. أنا أبو يوسف أنا من 4 سنين متزوج، ما خليت مستشفى، كل الفحوصات الحمد لله ناجحة. كلها تقارير عندي كلها أوكي. وما عندك أي مشكلة سبحان الله. الحمد لله ماشي، لا من عندي ولا من عند الحرمة. سبحان الله. إنزين. ورب الكريم هذا ما دل منه حتى رش لي في الواتساب هذا للدعاء. ورب الكريم أنا أكيد خلني أجربه. الحمد لله استمرت عليه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحة. آمين للجميع إن شاء الله يا رب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بس على الريان أنا عشان تبرمون. إن شاء الله. إن شاء الله فالك طيب. رب الكريم إن شاء الله الله يرزقه ويرزق كل مسلم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير يا أبو علي. مشكور الغالي. مشكور. يا مرحبا. الله يحفظك يا طويل العمر. الله يحفظك. والله يطمنك على أهلك إن شاء الله. والله يرزقك الذرية الصالحة. إنزين. أنا ما أدري والله، لجمت الصراحة بالمكالمة هذه، مو بعرف شو أقول، لأن في ناس كانت يعني تشكك في كلام الشيخ يعني. زين نقول ألو. ألو. مرحبا أبو سلطان، وياك كيف الحال يا أبو يوسف؟ يا مرحبا يا أبو سلطان، تفضل يا طويل. عساك بخير الله يسلمك. أنا طال عمرك أول مرة أشارك، لأني ياما اتصلت وما قبض الخط عندي من سوء حظي. الحين طال عمرك عندي موضوعين، موضوع اللي تو رمسك الريال عن الإنجاب. زين. أنا بالفعل بعد ولد عمي نفس الشيء، لكن احنا قلنا له سير السعودية طال عمرك واعتمر وسير الحي، والحمد لله رب العالمين 16 سنة ما كان جايب عيال. سبحان الله. الحين الحمد لله الله رزقه ولد ورزقه بنية من كم من سنة وكبروا الحمد لله رب العالمين. يعني تعرف الواحد يتداوى بالعلاج، لكن بعد في أسباب ثانية يعني أبو يوسف. فقلنا له والله سر السعودية، سر العمرة، صار مرة ومرتين سبحان الله، يوم رد إن الحرمة حملت الحمد لله رب العالمين. والموضوع الثاني أبو يوسف طال عمرك عندي، بالنسبة عندنا في المنامة نحن نبغي العيال يعني في الصيف يدرسون تحفيظ القرآن، لكن اعتقد ان خبروني قالوا في مركز فاتحينه بس ما مفتتح بعده وما في حد يعني. ونبغيهم اساس تعرف العيال يعني في هالنهار الطويل هذا شو بيسوون، بيتمون الله يلعبون ايباد ويظهرون خاري يعني. والله نحن محتاجين في كل مكان يا طويل العمر، محتاجين مش بس تحفيظ قران، محتاجين مراكز صيفيه. وفي انا بقولها وانا مسؤول عن كلامي، في اهمال في هذا الجانب مع الاسف الشديد. الله يطول عمرك. ونحن راينا ويا رايك يا ابو يوسف الله يسلمك. نحن بس الحمد لله في حديقه عندنا في اماكن، لكن بغض النظر قلنا لا يا اخي بس عفوا على الكلمه اخوي بسلطان، معلش بس المراكز الصيفيه دائما يوم تكون باشراف من الدوله ومن الحكومه تكون طريقة معينة فيها تعليم أشياء معينة، ما أسلم صحيح. عيالي لأي حد بعد، أنا اسمح لي على الكلمة صحيح. يعني جزاك الله خير. يوم يكون ناس ثقة، في عندنا ما شاء الله رجال أعمال، في عندنا تجار، في بعد ما نبغي نعك كل شيء على الحكومة، لكن مع الأسف يعني ماشي هذا ما في هذيك الفاعلية يعني، ما أدري ليش يا أخي. هم لو قالوا مثلا عندنا نحن الحين في مدرسة، هناك في مدرسة خيرية يدرسون فيها العيال يعني وايدين في الحارة، نحن عيالنا في مدارس ثانية في مدارس حكومية، لكن هاي المدرسة الخيرية لو افتتحوها مثلا يا أبو أستاذية أستاذين محفظين قرآن حق المفروض يا أخي هي شو بقول لك، نكون واقعين يعني، مفروض نحن من 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 قبل ينتهي الموسم الدراسي مفروض نكون جاهزين حق برامج صيفية. كلامك سليم. حتى بيقولوا لي ماشي أماكن يا أخي، عندنا أماكن يا أخي، افتحوا المدارس مرة ثانية، الصالات متوفرة، الألعاب متوفرة، الصفوف متوفرة، كل شيء متوفر. ما أبغى أدخل من جو دراسة، لا خله جو لعب ترفيه تعليم. هذا جزاه الله خير محمد العبار مسوي أخي ركوب خيل، مسوي رحلات، مسوي هذا، قبل كانت عندنا نحن الكشافة، كل هذه الأشياء راحت. طيب يا أخي أمس أنا والله العظيم تأكيدا لكلام أبو سلطان طالع من عند واحد من ربعي يوم السبت، طالع من عنده من البيت يمكن الساعة 11:30 12 أشوف يهال في الشارع يا أخي، يهال 7 8 10 سنوات يا أخي ما عندهم مكان يسيرون. هذا لو كارفن أنت من الصبح أو من المساء في برامج صيفية مدخلنا دورات مدخلنا غيره، بي يا أخي بيرقد في الليل من وقت بينش الصبح نشيط بدال السهر طول الليل وال يعني العقل يتنور. نحن والله كل يعني حديقة موجودة جزاهم الله خير الله يطول. كم بيلعبون في الحديقة؟
يطول عمار الشيوخ. لكن يا أخي بعد المفروض فيها في أشياء ثانية في الصيف. يعني نحن في المدارس الحين ترى ما بوايد يدرسون القرآن. قلنا الحين على أساس في الصيف يدرسونهم ساعتين بنيب مطوع في البيت. بعد خاف يا ريال الحين عيالك. نعم. نعم. ما أقدر أنا ما أثق فيه يا أخي. أنا ما بتم تواجد ويا المطوع. لا الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ليش ما مثلا ما توزع محفظين الأمة في المساجد يا أخي؟ تعطيهم مبالغ زيادة، تعطيهم مبلغ رمزي، وتخلي مثلا هذا الريال يحفظ يا أخي. ترى هو يالس في المسجد، يالس في المسجد ترى. المسجد ممكن عيال ويتضاربون يتشاغبون ولا شيء وامور والله. وفي بنات، لكن قلنا نحن مراكز تحفيظ موجوده الحمد لله في مدارس مثل ما قلت ابو يوسف انت في اماكن. يعني انا اقول في اماكن ما ادري والله حاطين لوحه لكن ما المحفظ وين؟ هاتوا محفظ، هاتوا حرمه، هاتوا ريال. يعني يكون استمرار طول السنه. لو في طول السنه بعد بنقول ما عليه. بعد العصر يدرسون ساعه على الاقل يا اخوي. بعد والله ما يعني من متى انا ابغي اتصل ان الاقتراح هذا الله يطول عمر الشيوخ ما يقصرون. يعني لو الحين لو مطوع من المطاوعة مثلا مثل ما تفضلت انت، كم مطوع في المساجد؟ زخوه اثنين كل يوم على واحد ايون، كل يوم على واحد يعني يتم يالس في تحفيظ يدرس العيال. الله كريم. قالوا لي مفتتح الله يسلمك، بس ما مش مفتتح يعني موجود اللوحة موجودة طال عمرك انه مركز لتحفيظ القرآن، لكن ما شيء افتتاحية. متى عاد ايام المدارس؟ الحين نحن قلنا في الصيف الحين عيالنا يعني شو بيسوون؟ صح استغل وقتهم قد ما تقدر. الله يجزاك الخير يا ابو سلطان. الله يسلمك. الله يجزاك الخير. اعتقد ان اقتراحك واقتراح الجميع الله يسلمك. والله ان شاء الله ان شاء الله. الله وعسى يا اخي كتاب الله انه. وبالنسبه لمثل ما قال الريال هذا يعني ادعيه ومن الله سبحانه وتعالى، وعسى الله يرزق ان شاء الله كل حد ذريه صالحه. امين يا رب العالمين. جزاك الله خير. مشكور يا ابو يوسف. جزاك الله خير. مشكور. تاكيدا لكلام ابو سلطان، اتذكر في واحد باكستاني كان متزوج وزوجته ما ادري كم سنه مش ما حملت، التقينا فيه في السعوديه. فالمهم ودى زوجته في الحرم المكي وما ياكلها اكل، بس كان يشربها ماء زمزم، وسبحان الله ما طلعت من هناك الا هي حامل. فهي مساله يقين بعد. لكن نحن نرجع نقول ما نترك العلاج، ما نترك العلاج، نسعى خلف العلاج مع الدعاء، وفي النهايه هو الرازق يعني. فاذا انت علاقتك الله المستعان. زين نقول الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه استاذ ابو يوسف. ويعافيك يا اخي. انا اسمي خالد ابو الوليد. تفضل يا ابو الوليد. يا سيدي انا اردني مقيم في الشارقه وشغلي في دبي، بس حبيت اشارك بتجربتي الشخصيه للاخ اللي اتصل بالنسبه لتاخر الحمل عنده. جميل. أنا متزوج تقريبا قعدت 7 سنين بدون أولاد الحمد لله رب العالمين، وعملنا فحوصات وكذا عند أكثر من دكتور وكذا، رحنا بلدنا وعملنا فحوصات، والمشكلة اللي كان في عندي أنا مشكلة مش عند زوجتي يعني، ولكن يعني بالدعاء بفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. وعملنا قبل تقريبا 3 سنوات عملية أطفال أنابيب، وللأسف يعني كلفتنا مبلغ وقدره ولكن لم تنجح الحمد لله. السنة اللي بعديها مباشرة صار حمل طبيعي الحمد لله رب العالمين، وربنا رزقنا بالوليد. مش السنة اللي فاتت اللي قبلها قبل سنتين، والسنة اللي فاتت الحمد لله برضو حمل طبيعي، ربنا رزقنا بأحمد اللهم صل على سيدنا محمد. فعلي الأخ بالدعاء يعني وأهله إن شاء الله. شو الشيء اللي سويته خالد وقبل ما كنت تسويه؟ يعني انت تقولي 7 سنوات، طيب شو الشيء اللي كنت خلال 7 سنوات ما تسويه وسويته بعد 7 سنوات وصار عندك حمل؟ انا كان عندي مشكله انا يعني كزوج كان في عندي مشكله بالنسبه للحمل، يعني كان في عندي خلينا نحكي شويه. لا ما ابغى اتكلم انا في التفاصيل البيولوجيه اللي تخص الجسد وغيره لا في شيء معين ما كنت تسويه تقولي الدعاء. طيب كيف وين شو اللي صار بعد 7 سنوات؟ المشكلة ترى أنت ما تعالجت عن المشكلة؟ نعم. تعالجت عن المشكلة؟ أنا حاولت أعالج، أخذت علاجات، أخذت فيتامينات، بس ما في فائدة. ولكن يعني حتى لما عملت العملية أخذوا مني العينة أفضل إشي موجود عندي. يعني زين ما في فائدة. يعني شيء 100%، ولكن الحمد لله يعني هي بالنسبة حتى أطفال الأنابيب يعني هو خلينا نحكي نسبة النجاح 50-50 يعني. هي مش 100%. لك إنه يعني هاي بالنهاية بإيد ربنا. نعم. إنزين الحين نرجع، أنت شو اللي سويته؟ شو اللي ما كنت تسويه؟ شو اللي سويته اللي خلى الحرمة تحمل؟ الدعاء
أنا برضو برجع بقول سمعت محاضرة الشيخ المغامسي الله يجزي الخير ودعينا والأهل دعونا بنفس الدعاء من ناحية الزوجة ومن ناحية أهل الزوجة ومن ناحية أهلي أنا الحمد لله الوالد والوالدة موجودين. إذا نرجع لنفس الموضوع نفس الدعاء صح؟ نعم نفس الدعاء. جزاك الله اللهم لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين. فعليه بالدعاء إن شاء الله. وهو طبعا يعني تداوى عباد الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء. هذا لا ينفي أنه إحنا برضو ما نسعى ونشوف يعني في حالات كثير ضبط معاها موضوع الأطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي أو ما لذلك. وكل أولا وأخيرا مثل ما قلت ومثل ما نقول نعم. كل بأمر الله سبحانه وتعالى. كله بأمر الله إذا أراد الله شأن أن يقول كن فيكون. كن فيكون. والذي أمره على الله بين يعني الكافر. وهي بالنهاية يعني حتى الذرية هي رزق. رزق ليس بس المال أو الجمال أو ما ذلك. هي بالنهاية يعني الأولاد أو البنات هي أرزاق من الله تعالى يعني. جزاك الله خير يا أبو الوليد والله يزيد إن شاء الله من ذريتك ويبارك لك إن شاء الله ويجعلهم إن شاء الله من الذرية الصالحة ويعينك على تربيتهم ويجعلهم بارين إن شاء الله بك. الله يحفظك يا أبو خالد أبو الوليد حياك يا طويل العمر. أنا ودي أطول وياكم لكن مع الأسف الوقت غلق علينا بس اليوم ختمنا بختامها مسك مثل ما يقولون. زين السلام عليكم. زين في الختام تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني كان معنا جاد من الاخراج الاذاعي خليفة العنزي. خليفة ما علقت غريب اليوم ما علقت على موضوع الانجاب ها هي بس شفت العجاز انت سبحان الله يعني الحين هذا دليل انه مو هو نحن مش محتاجين دليل طبعا ان الدعاء نحن مش محتاجين ان الدعاء هو مفتاح كل القفول مفتاح الأرزاق سبحان الله مفاتيح الأرزاق في الدعاء كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى بس اليوم المكالمات هذه أو الثلاث حالات هذه تأكد يمكن هذا الكلام بالنسبة للمشككين طبعا نحن ما نشكك الحمد لله رب العالمين. فأنا أرجع أقول لكل واحد يعاني من مشكلة الإنجاب يرجع لله سبحانه وتعالى ويرجع يتمسك بحبال الدعاء ويرجع يسمع دعاء المغامسي الشيخ المغامسي جزاه الله خير وشو أكثر من التجارب هذه يعني اللي موجودة وغير التجارب اللي رواها هو وهو نفسه يعني الشيخ المغامسي يتكلم عن نفسه يقول أنا جربت وعطيت الناس هالوصفة هاي. فالله يرزق الجميع إن شاء الله والله يرزقهم من الذرية الصالحة. وفي الختام مثل ما نقول دائما اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وأولياء عهود شعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.